موضوع أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية، والذي يتضمن كذلك أربعة أسئلة في إطار وحدة الموضوع. وأعطي الكلمة للسيد النائب عبد اللطيف وهبي باسم فريق الأسرة والمعاصرة. وأذكر السيد النائب بأن طرح السؤال لا يجب أن يتجاوز دقيقة. شكرا لك، شكرا على تفهمك. لله وإنا إلى راجعون. السيد الرئيس، السادة النواب، السيد رئيس الحكومة، أنا في الحقيقة كنت آمل أن تأتوا إلى البرلمان في إطار مقتضيات الفصل 68 الذي يعود لكم الحق لتقديم بيانات، ولكن حاولت في جلسة شفوية سابقة أن أطلب حضوركم، لأن لا يمكن الحكومة أن تناقش فقط لدى الرأي العام في الشوارع وفي الأزقة وفي المنتديات وفي البرلمان، لأنه هو المعني الأساسي بالحكومة وهو الذي يراقبها. ولكن أنتم تعرفون سيد الرئيس قرار المحكمة الدستورية بعدم أحقية الحكومة في تنصيب جديد، لا من طرف البرلمان ولا من طرفكم، لأن كاعتبرنا استمراريتكم وفقا للدستور أنتم تستمروا، ولكن نريد توضيحات لأن تغيرت الأشخاص وأصبحت تغيرت الخريطة. لذلك نحن نطرح كثير من الأشياء. ما هي الأولويات؟ ما هي التوجهات؟ كيف ستتحكمون في مسار الحكومة بوجود 13 وزيرا من وزراء تكنوقراط؟ كيف تم هذا الاختيار؟ أتمنى أن نلتقي أن نناقش هذا الموضوع بكل أريحية، وتفضلوا السيد الرئيس. شكرا السيد النائب. الكلمة الآن باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السيدة النائبة منيرة الرحوي. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، التعديل الحكومي الذي عرفته بلادنا أخيرا يطرح إشكالية أولويات العمل الحكومي لما تبقى من الولاية الحالية على ضوء التوجيهات الملكية السامية واختيارات البرنامج الحكومي الذي أصبح لا يساير المرحلة الجديدة للحكومة، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بشأن برنامجها للمرحلة المقبلة الجديدة. سيد رئيس الحكومة، نسائلكم اليوم في الفريق الاستقلالي عن البرامج التي ستعتمدونها وعن التدابير التي ستتخذونها لتنفيذ تصوركم للعمل الحكومي في ظل المرحلة الجديدة. شكرا للسيدة النائبة. دائما في إطار مكونات المعارضة، الكلمة للسيد النائب رشيد حموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. شكرا السيد رئيس، السيد رئيس الحكومة، السيد الوزراء، أيتها الكراسي الفارغة لمعظم أعضاء الحكومة. نريد مغربا لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة ولا للتصرفات المحبطة ولا لمظاهر الريع وإهدار الوقت والطاقات لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع. هذا مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش الذي كلفكم من خلاله بتعديل حكومي. لقد أخذتم وقتكم الكافي لهذا التعديل من حيث الشكل، حيث قمتم بحذف وزارات وكتابات الدولة، ولكن ماذا عن المضمون وماذا عن الجوهر السياسي؟ المغاربة اليوم بغاو يعرفوا التوجهات الجديدة لإعطاء نفس جديد من حيث العمق لعمل الحكومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبان لهم الجدوى من هذا التعديل. كنا كنتمناو يكون لكم السبق بهذا التعديل التواصل إعلاميا مع. شكرا سيد النائب، شكرا. الآن الكلمة باسم فروق الأغلبية للسيدة النائبة لبنى الكحلي. شكرا سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة، قامت الحكومة منذ يعني بداية الولاية الحكومية الحالية بمجموعة من الإصلاحات البنيوية
وذلك تنزيل الالتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي الذي نال ثقة البرلمان. خلال شهر ماي الماضي كانت لنا فرصة سيد رئيس الحكومة معكم لعرض الحصيلة المرحلية للحكومة، جاءت بمجموعة من المؤشرات الإيجابية ومجموعة من الإنجازات المهمة. لكن اليوم سيد رئيس الحكومة تواجه بلادنا مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، رفعت من منسوب الطلب الاجتماعي. أهم هذه التحديات تقليص الفوارق الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو. لذا نسائلكم سيد رئيس الحكومة عن أولويات الحكومة خلال المرحلة المتبقية من هذه الولاية، خاصة في المجال الاجتماعي، وشكرا. شكرا سيدة النائبة. سيد رئيس الحكومة، لكم الكلمة للإجابة على الأسئلة المطروحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. أريد أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لإطلاع المجلس الموقر والرأي العام الوطني من خلالكم على أولويات اشتغال الحكومة في المرحلة المقبلة بإذن الله، وهي المرحلة المتبقية من الولاية الحكومية الحالية. وأريد أن أؤكد منذ البداية وأجدد التأكيد على أن الحكومة في هيكلتها الجديدة بمختلف مكوناتها ما هي إلا استمرار للحكومة التي حازت على ثقة مؤسستكم الموقرة سنة 2017 على أساس التعاقد الذي جسده ويجسده البرنامج الحكومي. ونحن واعون بحجم المهام وجسامة التحديات وكبار وعظام انتظارات المواطنات والمواطنين، مما سيحتم علينا الرفع من وتيرة العمل والاستمرار في العمل الواقعي العملي بشعارنا الإنصات والإنجاز، وفاء لهذه الالتزامات التي كانت مجسدة ولا تزال في البرنامج الحكومي الذي قدمناه أمامكم. وأريد أن أقول أيضاً بأنه قد تحقق لحد الآن جزء مهم من هذا البرنامج الحكومي، وقد عرضنا هذا في إطار الحصيلة المرحلية وصفقتم لها جميعاً أو أغلبكم سمعتوا لي مزيان، ورحب بها عدد من المواطنات والمواطنين والمراقبين والمتتبعين والباحثين والإعلاميين، وبينا بالأرقام وبالملموس أن جزء مهم من البرنامج الحكومي قد حققناه، وحققناه معاً بتعاون مع المؤسسة التشريعية أيضاً. وأريد أيضاً أن أؤكد على أمر مهم، هو أن هذه الحكومة منذ البداية كانت حكومة سياسية بامتياز، حكومة ذات رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية إصلاحية، وتثبت هذا على أرض الواقع. وبالتالي فإن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها كما قدمته أمام البرلمان وعلى أساسه نالة الثقة من مجلس النواب، وإذا اقتضى الحال بطبيعة الحال القيام كما نقوم به سنويا بتحيين البرنامج تكيفا مع التطورات ومع الإنجاز على أرض الواقع، واستنارة بالتوجيهات الملكية في مختلف الخطابات الملكية المتتالية، فهذا شيء سنقوم به وهو واجب. وهمنا في كل هذا هو الوفاء بالتزاماتنا أمام المواطنين وأمام جلالة الملك، وهو ما نعمل على ترجمته إنجازا وتنمية ومصلحة للمواطنات والمواطنين. ولسنا في كل هذا مهووسين بالانتخابات المقبلة في كل وقت وحين كما يظهر من بعض تصريحات البعض. لابد أن أذكر في البداية بأن البرنامج الحكومي
والذي كان ذا نفس إصلاحي واضح وذا توجه اجتماعي صريح، وهو التوجه الاجتماعي الذي تبلور في مختلف مشاريع قوانين أو قوانين المالية التي تتالت بما فيها هذا مشروع القانون المالي المعروض أمام البرلمان اليوم. ينبني هذا البرنامج الحكومي على 5 محاور. المحور الأول هو دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون والترسيخ الجهوية المتقدمة. المحور الثاني هو تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. المحور الثالث تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة. المحور الرابع هو تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. المحور الخامس العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة عبر العالم. وقد كنت وضحت مرارا وخصوصا أثناء عرض الحصيلة النصفية أو الحصيلة المرحلية أنه مباشرة بعد تعيين الحكومة من طرف جلالة الملك ومباشرة بعد تنصيبها أمام البرلمان على أساس برنامج العمل كما تحددت والممتد على مدى 5 سنوات، حرصت الحكومة على أن تترجم التزاماتها في البرنامج الحكومي في مخطط تنفيذي قد يكون هو الأول من نوعه في تاريخ الحكومات في المغرب، يتضمن الإجراءات التفصيلية العملية الكفيلة بتنزيلها بشكل ناجع وفعال. وهذا العمل وضمن مضمون هذا المخطط التنفيذي وفق إجراءات تطبيقية مرقمة بأهداف ومؤشرات وأجال للتنفيذ والتتبع بما يمكن من التقييم وقياس الأثر. وفي نفس الوقت حرصنا على إحداث لجنة وزارية لتتبع وتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي تسهر على حسن تنفيذ المخطط التنفيذي لهذا البرنامج وضمان الالتقائية في تنزيله وإيجاد الحلول اللازمة عند الاقتضاء لتدارك أي تأخر أو بطء في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي. كما أحددت وحدة على مستوى رئاسة الحكومة مكلفة بتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي والوحدة التي تواكب هذا الملف إلى اليوم. ولنفس الغرض تم الحرص على انتظام عقد مختلف اللجان الوزارية وتحسين منهجية عملها لتطلع على الوجه الأكمل بالمهام المنوطة بها بغية تحقيق الالتقائي والانخراط الجماعي في تنزيل البرنامج الحكومي، ويعلن باستمرار أثناء وفق بلاغات وبيانات على عقد هذه اللجان الوزارية. وفي إطار انفتاحها المستمر على الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين وتوفير شروط إنجاح الإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات، دأبت الحكومة منذ البداية على تغليب أسلوب التوافق والتعاون والشراكة ترجيحاً للمصلحة العليا للوطن، وأولت الحكومة عناية خاصة للتواصل مع الرأي العام من خلال مجموعة من التقارير الدولية التواصلية التي تضع حصيلة العمل الحكومي بطريقة منتظمة أمام الرأي العام. وأيضاً عرضنا هنا الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة النصفية طبقاً لمقتضيات الفصل 101 من الدستور. ويمكن أن نقول أنه في تلك الحصيلة المرحلية أن نبرز أن هناك عدد من المكتسبات وثمناها في تلك الحصيلة، وأبرزنا عدد من الرهانات التي يعيشها بلادنا اليوم، ولا حاجة إلى التذكير بمختلف الأهداف التي تحققت في تلك المرحلة. لكني قبل أن أدخل إلى فقرة استعراض عدد بعض أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من هذه الولاية الشرعية أي سنتين، أريد أن أشير إلى أن الحكومة فيما يخص تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وستواصل المجهود الدبلوماسي للدفاع عن قضية الصحراء باعتبارها القضية الوطنية الأولى، والتجند وراء جلالة الملك لأجل الدفاع عن هذه الوحدة. والإشارة أيضاً أشير إلى الانتصارات الدبلوماسية المغربية التي تمت في المرحلة الأخيرة مع الدعوة لليقظة خاصة، وأن هذا الأسبوع سيشهد تحركات بالأمم المتحدة بشأن قضيتنا الوطنية الأولى. الآن يمكن أن أتحدث عن أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية
من الولاية التشريعية الحالية، بالإشارة إلى أن هناك نتائج إيجابية مسجلة كثيرة في عدد من المؤشرات الداخلية والخارجية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه هذا التحسن نحن واعون بما فيه وبما يقتضيه من ضرورة أخذ بعين الاعتبار عدد من التحديات والملفات التي نعيش فيها صعوبات، وخصوصا على المستوى الاجتماعي، بالنظر بالخصوص إلى تطلعات واحتياجات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة في هذا المجال. وعلى هذا الأساس فإن استعراض أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية ستكون في 4 محاور. المحور الأول ومواصلة دعم السياسات الاجتماعية، ثانيا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، ثالثا إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وسيرة النمو إحدى فرص الشغل، رابعا وأخيرا مواصلة الإصلاحات الكبرى. هذه إذن 4 المحاور الكبرى هي التي ضمناها في الورقة التوجيهية ديال قانون مشروع قانون المالية، وهي التي وردت أيضا في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المعروض أمام مجلسكم الموقر. سأبدأ أولا بمواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وذلك وعيا منا بأهمية الاستمرار في النفس الاجتماعي للسياسات الحكومية بمختلف أنواعها، والتي سطرناها منذ البداية، وخصوصا أن قلنا بأن الأولوية هي كالتالي: التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق، ولذلك ستبقى هذه الأولويات هي في المرحلة المتبقية من هذه الولاية الحكومية. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة بالخصوص باختصار على ما يلي: أولا، تسريع وتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار رقم 51/17 الذي يعد إطار مرجعي وتعاقدي وطني ملزم للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح الرامي إلى تحقيق الإنصاف وتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار تعمل الحكومة عن رفع المستمر للموارد المالية المخصصة لهذا القطاع، وأنتم ما شفتوا منذ سنة 2017 إلى 2020 في هذا المشروع القانوني اللي عندكم ارتفعت الميزانية ديال القطاع التربية والتكوين في مجملها 32%، وهذا غير مسبوق في تاريخ المغرب. بمعنى الحكومة كتعبأ أقصى ما يمكن من الموارد المالية باش تعطي الأولوية عمليا وفعليا وبالأموال وبالموارد البشرية لهذا القطاع الحيوي، وهو المجهود المخصص أساسا لتوفير الموارد البشرية لهذا القطاع، الرفع من قدرة التكوين في هذه الموارد البشرية، تحسين بنية الاستقبال في هذا القطاع، وتطوير المناهج والبرامج التربوية فيه، وتحسين ملائمة التكوين والتشغيل من أجل تأهيل وتحسين قابلية الشباب المتعلم للتشغيل. ثانيا، مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس. هنا أيضا عندنا برامج قدمت أمامكم مرارا مرقمة بأهداف واضحة، وغادي نمشيو لها. وفي هذه السنة الأولى الحمد لله حققنا الهدف اللي كنا حددناه، هو إدماج 100,000 طفل جديد في التعليم الأولي، تم فعلا السنة الماضية، وهذه 100,000 هذه السنة. ولذلك نحن نسير في هذا الاتجاه في أفق تعميم التعليم الأولي، وأيضا الدعم الاجتماعي للتمدرس. جميع البرامج الاجتماعية الموجهة للتلاميذ كلها والأطفال والتلاميذ كلها تزاد فيها في ظل هذه الحكومة كلها، وآخرها وأهمها هو برنامج تيسير للترفع من الميزانية ديالو من 700 مليون درهم إلى 2 مليار و100 مليون، وهذا شيء غير مسبوق أيضا. توسيع قائمة المستفيدين من برنامج تيسير، تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام جلالة الملك حفظه الله في 4 أفريل 2019، لا سيما من خلال الشروع في إنشاء مدن الكفاءات والمهن، وهذا واحد الورش عملي الآن جميع الأوراش تقريبا في جميع الجهات، لأن هو مدينة لكفاءة المهن في كل جهة، وراه الآن جميع الوسائل لإنجاز هذا الهدف في القريب، يعني كان ماضٍ فيها، وأيضاً عبر تحديث الطرق التربوية، طرق التكوين بالتناوب، التكوين بالتدرج،
تعزيز تلقين اللغات الأجنبية، المهارات السلوكية، روح المقاولة، إدماجها في جميع التكوينات، بالإضافة إلى تحسين المهارات بمختلف أنواعها بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل. رابعاً، تحسين وتعميل الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة. وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة للصحة أيضا شهدت تطور كبير منذ 2017-2020، يقترب أو ينايز 32% أيضا، وهذا مجهود كبير لتعزيز الموارد البشرية من جهة وتعزيز البنية الاستقبال وتحسين الجودة. وفي هذا الإطار يمكن أن أقول بأنه عدد من الإصلاحات على الطاولة وبعض مشاريع القوانين غاية توصلكم هنا، منها إخراج القانون الجديد للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، نقويوا الموقع ديالها ونغيروا شويه النظام الهيئه نظام الحكامه ديالها بالمقارنه مع عدد من المؤسسات المدبره للقطاع الصحي. ثانيا، اصلاح نظام المساعده الطبيه اللي حتى هو غادي اسمه مواكبه اطلاق الصندوق المغربي للتامين الصحي، واللي انتم خرجتوا القانون ديال التاسيس ديالو، خرجنا عن طريق مرسوم بقانون. إذن مواكبة إطلاق الكمام، وهذه الإصلاحات اللي هي جوهرية كلها غادي تمكننا بأن نقفز بالمنظومة الصحية نحو خدمات جيدة. تنزيل المخطط الوطني للتشغيل على المستوى الجهوي وإصلاح برامج إنعاش الشغل، وإذا كان هدف الحكومة هو بلوغ 8.5% كمعدل للبطالة في أفق 2021، فالحمد لله هذا الهدف قد تحقق مؤقتا فعلا بتسجيل نسبة بطالة تناهز 8.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2019، كما أوضحت ذلك المندوبية السامية للتخطيط، ولكن نبهني السيد وزير الشغل منذ قليل فعلا إلى أنه واحد صحيح دارته المندوبية السامية للتخطيط ورجعت الأرقام ديالها وبينت بأنها 8.5% بعد التصحيح هو 8.1%، مع ذلك في ذلك النصف الثاني ديال 2019. الهدف ديالنا الآن هو كيف يمكن هذا الهدف اللي وصلناه مؤقتا أن نجعله هدفا مستداما من هنا لآخر 2021، لأن هذا هو الهدف اللي بينا ووضحناه في إطار البرنامج الحكومي. إذن إن شاء الله نحن متفائلون بالوصول إلى هذا الهدف، بحال كما الهدف ديال دوين بيزنس اللي هضرنا عليه منذ قليل. سادسا، دعم ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، وهذا الشيء في عدد من البرامج تشجيع إنتاج السكن والولوج إليه وترميم البنايات الآيلة للسقوط ومحاربة مدن الصحفيح وتأهيل الأحياء الهامشية. ومن المتوقع أن يتم تحسين ظروف عيش أكثر من 200,000 من السكان تماشيا مع الهدف الذي سطرناه في البرنامج الحكومي. سابعا، مواصلة العناية بالشباب والولوج للرياضة، ولا سيما عبر تسريع تفعيل السياسة الوطنية المندمجة للشباب التي تروم دعم البرامج الموجهة للشباب وتطوير رياضة القرب ورياضة المستوى العالي مع تعزيز حكامة الجامعات الرياضية. ثامناً، بلورة سياسة ثقافية وطنية. هذا المحور الأول. المحور الثاني، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، وهذا المحور مهم أيضاً أعطينا واحد الاهتمام كبير فيه. أولاً، تسريع وتيلة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر تعبئة التمويلات الضرورية لمواصلة إنجاز هذا المشروع. الحمد لله هذا المشروع عنده ما يقرب من 6-7 مليار درهم سنويا في المجموع، 40% منه من الجهات، والدولة كتعبأ منه الجزء الأكبر، وأيضا عدد من المؤسسات الأخرى، هل لوني المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجهات وعدد من الجهات الأخرى. وهذا إن شاء الله وهذا تتابعه لجنة مركزية، ولكن بطبيعة الحال البرمجة تتم إقليميا وجهويا، برمجة ديال المشاريع. ثانيا، مواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفق التوجه الجديد لبرنامجها لكي يعطي الاهتمام بالرأسمال البشري وبالأجيال الصاعدة الاهتمام الكبير، ومن ثم البرامج ديالها غيتمشي في إطار دعم التعليم الأولي، برنامج إدماج الشباب، إطلاق جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وغيره من البرامج التي تهتم بها هذه المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثالثا، تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي ومواصلة جولاته، وأنتم تعرفون بأن الحوار الاجتماعي الحمد لله اللي انتهي له هو واحد الإنجاز مهم جدا، وحي جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين اللي تحلوا واحد روح وطنية عالية حتى نجزناه. دابا هذه السنة
راه غادي يكون عندنا 5 زائد 7 ما يقرب اكثر من 12 مليار درهم الكلفه غير ديال الحوار الاجتماعي في هذه السنه، لان السنه الماضيه 5 مليار وهذيك 5 مليار غيتبقى هذه السنه وزيدوا عليها 6 مليار اخرى هي 13 مليار، مما يعني انه كلفه كبيره تتحمل الحكومه هذه الكلفه توفاء لالتزامات الحوار الاجتماعي وتحسينا للقدره الشرائيه للطبقه المتوسطه وللشغيله، وفيه عدد من الالتزامات الاخرى الاعمال التوفيه بها، وهناك التزامات التزم بها القطاع الخاص اللي كان حييهم على الروح الوطنيه ديالهم واللي هما الان يشتغلون للوفاء بها. رابعا توسيع التغطيه الاجتماعيه الاساسيه اللي هو واحد ورش مهم جدا، تعميم التغطيه الصحيه الاساسيه وتطبيق نظام التقاعد لفائده المهنيين والعمال المستقلين وغير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وان شاء الله هذا راه خدامين فيه، راه 3 مراسم صدروا في الجريده الرسميه منذ ايام فقط، منذ يومين وثلاث ايام فقط، وغيتجي المراسيم ديال المهن الاخرى، فكثير من المهن نحن يعني القطاعات المعنيه في تشاور معها ان شاء الله، وغادي نخرجوا تباعا المراسيم ديالها، وهذا ورش مهم جدا اللي غادي يرفع ان شاء الله في نهايته بعد سنتين او 3 سنوات نسبه التغطيه الصحيه الى 90% باذن الله، وهذا ورش مهم تحلت هذه الحكومه الشجاعه باش تخرجوا. راه قلت ذاك النهار راه هو موجود في القانون ديال التغطيه الصحيه ديال 2005، 14 سنه انتظر هذا الورش. خامسا تحسين استهداف المواطنين في وضعيه هشاشه والتطوير التدريجي للمساعدات المباشره لفائدتهم من خلال اعتماد الاطار القانوني واطلاق العمليه التجريبيه للسجل الاجتماعي الموحد، وقبل ذلك اخراج القانون منظم للسجل الاجتماعي الموحد صدق عليه المجلس الحكومي باقي فيه مع بعض المؤسسات الدستوريه تشاورات، وغادي نحيلوا على البرلمان قريبا ان شاء الله، وغادي يمكننا برفع الاستهداف، وبالتالي البرامج الاجتماعيه غتكون النجاعه ديالها والفائده ديالها اكبر لهذه الفئه الفقيره والهشه المستهدفه بطبيعه الحال، بالاضافه الى مواصله دعم جميع الفئات التي كانت البرامج ديالها بدات قبل مجيء هذه الحكومه، دعم الارامل، دعم النساء المطلقات، الأمهات المعوزات، الكفيلات، والأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الطفولة، ومساعدة الأشخاص المسنين، كل حاجة فيهم فيها سياسة أعلن عنها وعند التقييم ديالها وعند البرامج ديالها عملية. إذن هذا تقليص فورق اجتماعي المجالية. ثالثاً إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل. في الحقيقة هذه ما كان علاش نهضر فيها، هضرنا على المعيار على المستوى الاقتصادي، المناخ الأعمال تحسنت فيه بلادنا الحمد لله، وعنده مؤشرات عملية مفيدة مباشرة للمقاولة، وهذا الشيء وضحته بالأرقام، ويمكن أن أحضر حتى بالعدد الأيام اللي كيربحها المواطن أو المقاولة في كل خدمة اللي تحسنت، ذاك الشيء راه تحسب بالأيام. هذا المعيار الأول. المعيار الثاني التشغيل، وفق آخر الإحصائيات ديال المندوبية السامية للتخطيط الحمد لله وصلنا لواحد الحد معقول ديال البطالة، خصنا أكثر صحيح، حتى شي مواطن فقير ولا شي مواطن عاطل ما غادي نبقاو حنا نقولوا راه إلا بقى لنا غادي نشعروا بالارتياح، نحن لن نرتاح حتى نحارب الفقر 100% ونحارب البطالة 100%، صحيح، ولكن إلا حققنا شوية خصنا نتمنوه ونشوفوا كيفاش درنا باش نعاود نستمروا، لأن معالجة هذه الإشكالات كتتم بطريقة متدرجة، ما كاينش اللي عنده عصا سحرية ولا خاتم سليمان مرة واحدة كيقلب الأمور كلها مرة واحدة، وإنما هناك اسم. وبالتالي إذا عدد من البرامج، عدد من الأمور الحمد لله، كانت دعم الاستثمار العمومي تعزيز الفاعلية ديالو، عندكم واحد المشروع القانون دابا عندكم ديال الشراكة قطاع عام قطاع خاص، إلى خرجتوه فورا سنبدأ في تطبيقه، ولذلك كانت تقترح عليا واحد المشروع ديال السؤال السيد الرئيس لو شي سرا ديال الشراكة قطاع عام قطاع خاص، فقلت مادام القانون عندكم الجواب على السؤال شويه ما غير مناسب، حسن يخرج القانون من بعد 6 شهور ولا عام ديك الساعه سولونا كيفاش طبقنا القانون واش وصلنا النتائج معقول، ولكن مادام القانون عندكم خليه بعدا يخرج القانون ان شاء الله، هذا عمل تشاركي وسيعطي دفعه مهمه للتمويل، هذه من الاليات المبتكره للتمويل ديال الاستثمار، الاستثمار اللي غادي يكون القطاع الخاص شريك للحكومة وللدولة، تحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، هذا الشيء الحمد لله حققنا فيه أهداف مهمة تحدثنا عليها، دعم المقاولة وخصوصا الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، وذلك من خلال
مواصلة التدابير الرامية إلى التحفيز المالي والتحفيز التقني لهذه المقاولات. بالمناسبة عندما نتحدث عن الإعفاءات، غير صحيح ما قاله بعض الإخوان بأن الإعفاءات للشركات الكبرى فقط، إذا كان إعفاء في الكبير والصغير، بالعكس كثير من القطاعات بحال الفلاحة الآن، الفلاحة الكبار راهو لو كيعطيو الضريب منذ 3 سنوات وكل سنة كنزلوا هذاك المستوى ديال الربح اللي كيخلصوا عليه الضريبة سنة بعد سنة، سنة بعد سنة كنزلوا، مع ذلك غادي يبقاو غير الفلاحة المتوسطين والصغار هما اللي معفيين من الضريبة، العكس تماما. بالتالي فإذا هناك، وآخرها هو جرى عندكم في مشروع القانون ديال اسمه، وأعلناه منذ أيام فقط، إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا المتوسطة برسم قانون المالية الحالي اللي فيه 6 مليار درهم على مدى 3 سنوات في القطاع البنكي مع الحكومة غيتشاركوا، هذا غادي يعطي النص، الحكومة غيتعطي النص والقطاع البنكي غادي يعطي النص إن شاء الله، وهذا الشيء غادي يتصدقوا عليه أيضا في إطار مشروع قانون المالية الحالي. التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية واللي بدأ بدينا في أكادير ودابا غادي يمشي لفاس، أكادير غير خصو شوية الوقت، ولكن تعلم هذه المناطق الصناعية وهذه خصها توفير الوعاء العقاري، توفير الإطارات المحلية، الشراكة مع القطاع الخاص، وكتبدأ الأمور تدريجيا، ولكن إن شاء الله غادي في هذا المجال التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية، وغادي يعطي دفعة للجهات والجهوية المتقدمة، دعم شركة التصدير، الشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وأخيرا تحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية واستثمار كل الآليات المتاحة في هذا المجال. ورفض قانون المالية كاين بعض الإجراءات التي تدخل في هذا الإطار. رابعا الإصلاحات الكبرى، طبيعة الحال هناك أيضا عدد من الإصلاحات الكبرى نتشارك فيها البرلمان والحكومة، نتشارك فيها لأن أغلبها يمر عبر قوانين، وهذه القوانين تخرج من عندكم تدريجيا. أولا الشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وهذا ورش نشتغل عليه حاليا. ثانيا مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتنزيل مخططها التنفيذي، ومواصلة التنزيل الجهوي للخطة، ومواصلة التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات غير الحكومية. ثالثا تعزيز مكافحة الفساد من خلال تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وسنبدأ بتعزيز وتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من خلال إحالة مشروع على مجلس النواب في الشهور المقبلة لتعديل القانون المؤسس لهذه الهيئة، سيوسع من صلاحيتها ويقويها وآليات تدخلها، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والمقتضيات القانونية المؤسسية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة وغيرها من البرامج. رابعا استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك بوضع آلية للتعاقد بين الدولة والجهات، ومواصلة مشاورات بشأن تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بشكل أمثل، وستكون هناك مناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة في دجنبر 2019 المقبل في أكادير، غادي يكون فيها الجهات وبطبيعة الحال الحكومة ومختلف المتدخلين، وغادي تركز على كيف يمكن أن نطور هذه الجهوية المتقدمة، غادي تقيم هذه 4 سنين اللي فات، وغادي تحاول تدير البرنامج لتطويرها ولتحظى هذه الجهوية المتقدمة بمكانة أكبر. دابا عندنا 4 سنين، يعني واحد مدة زمنية كافية لنقوم بالتقييم الضروري. طبعا الحال الجهات هم المساهمين الأساسيين في هذه اسمه، لأنه هو بغينا نقول إعداد وتنظيم مشترك بين الحكومة والوزارة الداخلية والجهات. خامسا مواصلة تنزيل ميثاق لا تمركز الإداري، ولا سيما من خلال تفعيم تصاميم المديرية المرجعية ونقل الاختصاصات. بقات لنا ثلاثة ديال التصاميم المديرية اللي بقات لنا، غندوزوها في هذا الأسبوع تقريبا أو الأسبوع المقبل، وغادي تكون عندنا خريطة ديال الاختصاصات المركزية التي سننقلها والاختصاصات المركزية التي سنفوضها والإمكانات المالية أو البشرية التي ضروري تمشي مع الاختصاصات، وسنبدأ فورا بالتنفيذ إن شاء الله في أفق هذا القانون كيعطينا 3 سنين، بالتالي إن شاء الله غادي نمشي تدريجيا
لإنجاح هذا الورش اللي هو ورش هيكلي ومهم جدا في تقريب الإدارة من المواطنين ومن الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. سادسا، تعزيز إصلاح وتحديث الإدارة العمومية، وهذا فيه عدد من الأورش شرنا فيها واحد المرة تزودت على سؤال خاص في هذا المجال في البرلمان، ولكن بغيت نشير هنا لقانونين، مشروعين قانونين خاصين. مشروع القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية اللي عندكم في مجلس النواب، مشروع الميثاق المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة بالمستثمرين اللي عندكم في مجلس النواب، غير يخرجوا إن شاء الله غنبدأوا في التنظيم ديالهم والتطبيق ديالهم. سابعا، الشروع في التنزيل الفعلي للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم في مجال الحياة العامة ذات الأولوية، وأيضا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. أيتما دي ستما تحت الورشة ذاتي هما باهرة نفاس الأهمية كسي أقمع هكا أقمع. ثامنا، مواصلة إصلاح نظام التقاعد على ضوء، عندنا دابا خريطة، درنا أولا خريطة شنو هي، لأن هذا كيتضمن مراسيم وكيتضمن إجراءات وكيت اسمه خريطة دي مختلف الإجراءات إن شاء الله اللي نبدأ في تنزيلها. ثامنا، مواصلة إصلاح نظام التقاعد على ضوء نتائج الدراسة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإدارة لتفعيل الإصلاح البنيوي المندمج لأنظمة التقاعد بما يضمن ديمومتها، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي. الدراسة بقى لها أقل من شهر غادي تكمل إن شاء الله، وسنبدأ في هذا الدمج ديال مختلف أنظمة التقاعد. تاسعا، أجراء الإصلاح الضريبي، وذلك من خلال المخرجات ديال المناظرة الضريبية التي شارك فيها الجميع، ورش وطني تشاركي تشاوري جميع شارك فيه، عندها مخرجات من هذا القانون، مشروع القانون المالي اللي عندكم راه فيه إجراءات أولية لتنزيل هذيك المخرجات ديال هاد المناظرة. وأيضا سنأتي بالمشروع القانون الإطار، قانون الإطار الذي سيشكل مرجع لقوانين المالية للسنوات المقبلة في هذا المجال. عاشرا، تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا الشيء في عندنا في استراتيجية التنمية الوطنية للتنمية المستدامة SNDD، وراهي بدأت في التفعيل، ودرنا ميثاق مثالية الإدارة وزعنا على الإدارات باش تكون الإدارة هي سباقة مجموعة من الأهداف ديال التنمية المستدامة، تبدأ الإدارة هي نفسها تبدأ تطبقها، ووزعنا هذا الميثاق يمكن من بعد نزودكم بنسخة منه. أخيرا، 11، اعتماد المخطط الوطني للماء لسنة 2050 بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للمتطلبات الآنية والمستقبلية. لأول مرة في تاريخ المغرب غادي يكون عندنا مخطط وطني للماء على 30 سنة. من قبل كانت عندنا سياسات مالية، كانت عندنا برامج مؤقتة، دابا غادي يكون عندنا مخطط بعيد المدى، وهذا على كل حال التزام يفرضه القانون ديال الماء كيفرض اسمه الآن في الشهور المقبلة. دابا فهاد الشهر غادي يكمل الإعداد ديال المخطط الوطني للماء، غادي نجمعوا اللجنة الوزارية وغادي نشوفوا الاعتماد ديالو كيف سيتم في الشهور المقبلة بإذن الله. ويمكن أن أقول بأن العرض المائي الوطني كيتحسن كل سنة، عند جوج ثلاثة ديال السدود كبرى سنويا الآن وفي المستقبل سنويا ملتزمين بها، حوالي 10 سدود صغيرة سنويا، وعندنا برنامج متوسط المدى مجهود محدد مع عدد السدود إلى آخره، وغادي في الإنجاز وذلك لوعينا بأن إشكالية الماء هي إشكالية معقدة وتتفاقم مع التحولات اللي كاينة في العالم والتغيرات المناخية الموجودة. هذا لا ينفي بأن أيضا عندنا مخططات مستعجلة كل سنة كتكيف، لأن داك الشيء كيتغير، ما يمكنش ندير مخطط استعجالي ديال من لسنتين، مخطط استعجالي كنديرو في العام على حسب المعلومات التي نجمعها، راه من شهر فبراير وكتجمع المعطيات باش نعرفوا فين غادي يكون الماء ناقص، فين غادي يزيد الماء، فين غادي الى اخره، وكل عام كتغير الخريطه، كل عام خص من فبراير كيكون هذه اليقظه كتجمع المعطيات باش ما يجي يونيو حتى نكون الاليات ديال التدخل موجدناها ودرت في اطار اللجنه المعنيه مركزيا باش يكون التدخل في المناطق التي تشهد خصصا في الماء. السيدة والسادة المحترمين،
أود أن أؤكد على أن الأوراش التي استعرضتها أمامكم باقتضاب ما هي إلى ترتيب لأولويات اشتغال الحكومة للفترة المتبقية، بل هي أهمها والتي تجسد من جهة النفس الاجتماعي للحكومة من خلال استمرارها في إعطاء الأولوية الكبرى للسياسة الاجتماعية كما أوضحت ذلك، والقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، والتي تحتاج إلى مزيد من التطوير ليتحقق وقعها المباشر على فئات واسعة من المواطنين لا سيما الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة. وإلى جانب ذلك فإن الحكومة ملتزمة بتنزيل مختلف هذه التدابير، ملتزمة بتطبيق مختلف البرامج الواردة في برنامجها الحكومي والذي على أساسه حازت ثقة مؤسسة مجلس النواب، موقرة باعتباره أساس التعاقد وأساس المحاسبة وأساس التقييم. وسيتم تنزيل هذه الأوراش ذات الأولوية المقدمة أمامكم وفق جدولة زمنية محددة بطريقة منتظمة من خلال لوحة قيادة مشتركة تمكن من تتبع التقدم في الإنجاز وتحقيق الآثار وضمان الالتقاء وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات والمؤسسات. وأريد اليوم أن أحيي جميع المتدخلين، ماشي فقط الإدارة والحكومة والقطاعات الوزارية، ولكن أيضا المؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومختلف المتدخلين الذين شاركوا في مختلف الأوراش التي تحدثت عنها والذين سيشاركون في المستقبل، فكلهم يحتاجون إلى التحية والتصفيق. وأريد أن أحيي أيضا الوحدة الخاصة لدى رئاسة الحكومة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج، واللي غالبا الأصل عندي معهم لقاء كل أسبوع لتقييم ما مضى، كل أسبوعين أعتذر، لتقييم ما مضى وتقييم الأوراش ذات الأولوية أينا، والتحدث عن الإشكالات التي تقع في بعض الأحيان والتعثرات وعدم التفاهم بين بعض المتدخلين للتدخل فورا لتسريع مختلف البرامج. ونحن بهذا متفائلون إن شاء الله في تحقيق الأهداف التي وعدنا بها في برنامجنا الحكومي. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا سيد رئيس الحكومة. نفتح الآن باب التعقيبات بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس مصطفى إبراهيمي باسم فريق العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، سيدات والسادة الوزراء والوزيرات، السادة والسيدات النواب والنائبات المحترمين، بداية السيد رئيس الحكومة نريد أو نود تهنئتكم على التقة المولوية في الحكومة الجديدة بعد التعديل الذي أجريتموه وبنجاحكم في التقليص من عدد الوزارات، وذلك بتجميعها وتركيزها وبدمج بعضها من أجل التقاء السياسات والبرامج وتسريع وثيرة عملها ونجاعة أفضل وترشيد للنفقات تسير في علاقة بنمط عيش الإدارة. السيد رئيس الحكومة، يسرني في مستهل هذا التعقيب أن أشكركم على حسن تواصلكم واستجابتكم لنواب الأمة ببرمجة هذا السؤال المهم الذي من خلاله نسائلكم حول أولويات حكومتكم فيما تبقى من هذه الولاية، والذي أطار لدينا سجال هل هذا السؤال للأولويات في المرحلة القادمة يدخل في إطار السياسة العامة التي ينص الدستور في مقتضياته، خاصة الفصل 100 من أنها يعني تعنى أو هذا السؤال يعنى بالسياسة العامة، ولكن نظرا لأهميته قبلناه على أساس أنه لا يمكن أن نعتبره بأي حال من الأحوال بأنه تصريح حكومي جديد، لأن بعض النقاشات دارت على أساس أنه يجب على رئيس الحكومة أن يأتي ويقدم تصريحا حكوميا جديدا، وهذا ينافي مقتضي الدستور وكذلك قرار المجلس الدستوري قبل أن يتحول إلى المحكمة الدستورية. وقد تميزت الحكومة الجديدة السيد رئيس الحكومة بطاقة شابة وكفاءة عالية، تفاعلا مع خطاب الملكي السامي كما لا يفوتنا
أن تقديم الشكر للوزراء السابقين الذين أسدوا خدمات للصالح العام. تأتي هذه الجلسة الدستورية ونحن بصدد مناقشة مشروع قانون المالية، وهو الرابع في عمر هذه الحكومة، ويعطي مؤشرات حول اهتمامات الحكومة في الفترة المقبلة. وقد وضع أربع أولويات، وهي مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية وإعطاء دينامية للاستثمار وإحداث فرص الشغل، وكذلك مواصلة الإصلاحات الكبرى، وهذا تنزيلا للخطب الملكية، خاصة خطاب العرش وثورة الملك الشعب وافتتاح الدورة الخريفية، وأيضا في إطار تنزيل مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي. سيد رئيس الحكومة، يأتي هذا بعد التصنيف الجديد للمغرب في مناخ الأعمال، وقد فصلتم في هذا في السؤال الأول، فمن ذا الذي يمكن أن ينكر على هذه الحكومة مجهوداتها ومنجزاتها؟ وسنأتي عليها خاصة في مجموعة من مجالات، وعلى وجه التحديد المجال الاجتماعي. سيد رئيس الحكومة، إذ نتمن ما تقوم به، لأنها هذه الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية الاهتمام بالفئات الهشة والمحرومة بشكل كبير، وما الاستراتيجيات والسياسات الاجتماعية والميزانيات المرصودة لها إلا دليل راسخ على ذلك، مع التذكير بأن القفزة النوعية التي عرفها المغرب خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية لم يصل أثرها بعد إلى شرائح معتبرة من المجتمع. السيد رئيس الحكومة، تأتي برمجة هذه الجلسة وهذا الموضوع بالذات مباشرة بعد خطاب جلالة الملك الذي لح فيه بأن المرحلة الجديدة تبتدئ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع بالمزيد من الثقة والتعاون والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات، ويأتي في صدارة أولوياتها تنزيل الإصلاحات ومتابعة القرارات وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي بالدرجة الأولى. نعم سيد رئيس الحكومة، المرحلة الجديدة ابتدأت الآن، فعلى الجميع تحمل مسؤولياته لبناء غد أفضل لكافة المغاربة في كافة الأقاليم والجهات. وتأتي هذه الجلسة بعد مرور أشهر قليلة على تقديمكم للحصيلة، حيث أفدتم في تقديم المنجزات والمؤشرات. إذن ما المطلوب فيما تبقى من هذه الولاية؟ سيد رئيس الحكومة، في المحور الأول للتصريح الحكومي تحدثتم عن الاختيار الديمقراطي، وهذا الاختيار سيد رئيس الحكومة هو مسؤولية الجميع وخاصة الفاعل الحزبي، وقد وافقت كل الجهات على مضامين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نسجله بكل إيجابية، ونود أن يقع تفعيله بالسرعة والمسؤولية الضرورية. في المجال الاقتصادي، نحمد الله على أمطار الخير، ونتمنى أن تكون هذه السنة الفلاحية أكثر من جيدة بعد توالي السنوات الصعب، ونسجل بإيجابية كبيرة مدى تقدم الحكومة في تنزيل الشق الاقتصادي من البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحقيق معدلات النمو التي تعتبر محترمة بأخذ الاعتبار المناخ الدولي والإقليمي المضطرب، مواصلة تفعيل مختلف السياسات القطاعية ولا سيما ما يتعلق بالسيارات والطائرات وما إلى ذلك، مواصلة تحسين المضطرد لمناخ الأعمال. وفي هذا المجال بالضبط نود توجيه عنايتكم سيد رئيس الحكومة المحترم على أن هذه النتائج الإيجابية المسجلة يجب أن تحظى بالاستدامة اللازمة، وأن تكون له واسع الأثر على عموم المواطنين وجهات المملكة، ولا يمكن ذلك إلا من خلال الحرص على أن تنال كل الجهات جهات المملكة نصيبها من الدينامية الاقتصادية والقطاعية. وهنا نلتمس منكم أن تركزوا على تنزيل المحاور التالية المتبقية من البرنامج الحكومي. أولاً، الحرص على التوزيع العادل للاستثمار العمومي والخاص والبنيات التحتية الاقتصادية، تفعيل الالتزام فيما يخص إحداث مناطق تسريع الصناعي، منطقة تسريع صناعي بكل جهة. نحن نسجل بإيجابية ما ذكرتم سيد رئيس الحكومة بأنكم تعتزمون، وخاصة بالنسبة للجهات فاس الذي ذكرتم، جهات فاس مكناس، وهم يقولون بأن العقار متوفر، وبالتالي وليست هذه الجهة الوحيدة، ولكن حتى جهات أخرى هي مستعدة، ولهذا يجب التسريع بإنشاء هذه المناطق للتسريع الصناعي بكل جهة، توجيه الاستثمار الخاص والشركات نحو الجهات التي لم تستفيد بعد،
وكفى السيد رئيس الحكومة من تركيز الاستثمارات والبنية التحتية في جهة أو جهتين، وأخيرا الحرص على أن تنال كل المدن المملكة وبالتساوي والعدالة من مجال من برنامج تأهيل البنية التحتية والحضرية للرفع من جاذبيتها وتنافسيتها بالنظر للضغط التي تعرفه هذه المدن ولحاجتها لتوفير شروط العيش الكريم. في المجال الاجتماعي سيد رئيس الحكومة لا أحد يمكن أن يزايد عليكم في هذا المجال، نظراً للبرامج والميزانيات القطاعية التي خصصتموه لهذا المجال، ولكن لنا بعض الملاحظات. فيما يتعلق بالاستهداف، القانون صادقتم عليه تقريباً من شهر يناير 2019، قانون الاستهداف، فنحن نلتمس منكم أن تأتون بهذا القانون، قانون الاستهداف للمجلس التشريعي لكي نصادق عليه وينطلق لتطبيق باقي مشاريع وآليات الحماية الاجتماعية. المسألة الثانية، وهنا أن مجموعة من المشاريع وخاصة ما يتعلق منها بصندوق التماسك الاجتماعي، ونريد أن نلفت انتباهكم سيد رئيس الحكومة بأن الإعاقة يجب أن تأخذ العناية اللازمة، فقد خصصتم لها خلال السنة الماضية 200 منصب شغل، ولكن هذه السنة لم نجد هذا الرقم وهناك رقم هزيل، ولهذا نرجو أن تحظى بعناية من لدنكم. أيضا يجب أخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق التماسك الاجتماعي وصرف أموال الرميد وتيسير وغيرها، فهي أموال مهمة ولكن الصرف يطرح بعض المشاكل. في مجال التعليم يجب التنزيل السليم للقانون الإطار للتربية والتعليم. المجهود على الصعيد المالي فهو مجهود مقدر 72.4 مليار خلال السنة بفارق 16.5 وزيادة 10 المليار مقارنة مع السنة الماضية، و16 ألف منصب مالي، وهذا كان عنده نتائج إيجابية. ولهذا فيما يتعلق بالصحة سيد رئيس الحكومة هناك مشكلين لبغينا غير نلخصهم، مشكل الموارد البشرية، الكليات والمستشفيات الجامعية كتوفرنا 1000 ديال الأطباء وكيخرجونا 1000 تقاعد، وبالتالي ما يمكنناش فيما نحن نحتاج إلى أكثر من 23,000 طبيب وضعفهم. شكرا سيد الرئيس، شكرا لكم، شكرا. الكلمة الآن باسم فريق الأسرة والمعاصرة لسيد النائب عبد اللطيف وهبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد وزير الدولة، السادة وزراء حزب العدالة والتنمية لأنهم اللي قدامي، السادة رؤساء الفرق، السادة النواب، لقد اخترنا في فريق الأصالة والمعاصرة أن نسائل الحكومة سياسيا هذه المرة، اقتناعا منا بأن الفعل السياسي الديمقراطي الناجح هو المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ومن ثم فهو عماد تفعيل وتنزيل أي برنامج حكومي. لذلك فالمسألة اليوم ليست أولويات سياسية أو ليست أولويات سياسة حكومتكم خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، بل هي مسألة البرنامج الحكومي في شموليته كمسؤولية وتعاقد مع الشعب المغربي ومع البرلمان والتزام اتجاه جلالة الملك، وبالتالي ليس لديكم سلطة الانتقائية فيما التزمتم به. ومن ثم نعتبر أن الإقدام على تعديل حكومي لا يدخل في باب الإجراءات الروتينية العادية، بقدر ما نعتبره توجهاً محكوماً بتصورات وخلفيات سياسية تستهدف تقويم الاختلالات وإعادة تصحيحها وبنائها، وبالتالي تدعيم القرار السياسي للحكومة في أفق تحقيق نجاعة جديدة قد تسعفها في تفعيل وإجراء برنامجها الحكومي. سيد رئيس الحكومة المحترم، كنتم قد سطرتم على رأس أولوياتكم في برنامجكم الحكومي دعم الخيار الديمقراطي، وفي هذا السياق انتظرنا ومعنا كافة المغاربة
صيانة ودعم هذا الاختيار خلال التعديل الحكومي الأخير، سيما وأنه جاء مباشرة بعد خطاب العرش الأخير وما حمله من تعليمات ملكية سامية مباشرة لكم بصفتكم رئيسا للحكومة، حيث قال جلالته نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى. انتهى كلام جلالة الملك. وهذه الكفاءات الوطنية التي نادى بها جلالة الملك تأتي استعدادا للمرحلة الجديدة التي قال جلالته بأنها ستعرف إن شاء الله جيلا جديدا من المشاريع، وهي مناسبة لنثمن فيها الإشارة الملكية بإعادة التأكيد استمراريتكم كرئيس للحكومة احتراما للدستور وما تضمنه ذلك من رمزية باحترام الدستور وإرادة الناخبين المغاربة، وبالتالي تأكيد جلالته على الاختيار الديمقراطي الثابت كثابت دستوري من ثوابت الأمة. لأجل ذلك انتظرنا هذا التعديل الحكومي على أحر من الجبر لنمحص النظر في تقاسيم وجوه هذه الكفاءات الوطنية العالية، غير أن أملنا خاب بعد أن خرجت الحكومة الجديدة من عنق الزجاجة، حيث صدمنا بحكومة أقل ما يقال عنها كونها فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية، إلى درجة أصبح معها الجميع يتساءل باستغراب كيف فسرتم مفهوم الكفاءة الوطنية التي ستحل الأزمة عوض أن تسكنها وتزيد من عمرها، الكفاءة الوطنية التي ستنفذ البرنامج الحكومي الغارق في الصراعات. سيد الرئيس، كنا ننتظر في فريق الأصالة المعاصرة حل الأزمة بطريقة مختلفة وبأشخاص مختلفين، حل يقطع مع منطق وطبيعة الحكومة السابقة التي أثبتت أداءها أن ما يميزها هو التشتت وغياب الانسجام بين مكوناتها، بل أم أكثر من ذلك هناك اتهامات مضادة إلى درجة تبادل النعوت القدحية فيما بينها، فكانت تحالفا داخل التحالف بل تحالفا ضد هذا الحزب أو ضد ذاك، فما اجتمعتم يوما كأغلبية إلا لتتصارعوا، واليوم وباحتفاظكم برؤوس الصراع برؤوس خلافات المرحلة لتعيينكم كرئيس الحكومة بالرؤوس المتجسدة في وزراء يعتبرون أنفسهم سبر وزراء، تكون قد نقلتم الخلاف المبني على الحسابات الانتخابوية إلى ساحة الحكومة الحالية مع ما سيجره ذلك من خيبات وفشل منتظر. سيد الرئيس، في الوقت الذي كنا نأمل فيه العمل على تجاوز هذا التشتت بين أحزاب الأغلبية المتناطرة لتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي، جعلتم الحكومة الجديدة لا تعيش الشتات السياسي فحسب، بل تحولتم إلى جذور شخصيات مالية ذات بعد هيمني، فباتت حكومتكم تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزير تقنقراطي منهم 9 وزراء تقنقراطيين مباشر، و4 تمت صباغتهم تائهين في تصريحات بالانتماء لهذا الحزب أو ذاك. سيد الرئيس، إننا في فريق الأصالة ومعاصرة نعتبر إفراطكم في التكنوقراط ضرباً مباشراً لمضامين الدستور، لا سيما فصله السابع الذي ينص على دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين ودورها في تدبير الشأن العام، وهو ضرب أيضاً لمضمون الفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. إن انضمام التقنقراط بهذا الكم الهائل للحكومة، والذين بالمناسبة لا نمانع في انتمائهم للحكومة ولكن ليس بهذا الشكل وبهذا الحجم الذي جعله يسائلكم عن صدقية برنامجكم الانتخابي الذي نص على تمسك حزبكم بالمشروعية الدستورية واحترام الاختيار الديمقراطي، غير أنكم استكنتم إلى اختيارات تهم الأشخاص ولا تهم القوى السياسية التي انتخبها الشعب، وتناقضتم برنامجكم الانتخابي الداعي إلى بلورة صياغ جماعية لتقوية مواقع الإصلاح وإسناده سياسياً كما جاء في برنامجكم، فهل في رأيكم بهؤلاء التكنوقراط ستستند الحكومة سياسياً؟ سيد الرئيس، كنا ننتظر منكم احتراماً لذكاء المغاربة أن تشرحوا للرأي العام الذي انتخبكم طبيعة تصوركم لمفهوم الكفاءة في ظل احترام وصيانة الاختيار الديمقراطي. أما الآن وقد أصبحنا أمام واقع غالبية الحكومة التكنوقراط، فإننا نتساءل عن حدود مسؤولياتهم السياسية كمدبرين حكوميين لقطاعات اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة، وبتنا نكتوي بنار التساؤل الكبير، هل وقف النضال الديمقراطي الحزبي عند باب تعديل الحكومات؟
أم أن الحكومات أصبحت خارجة عن ثابت الاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت العامة للأمة؟ سيد الرئيس، إن للناخبين المغاربة الحق في أن يكون ممثلين داخل كل حكومة ستدبر شأنهم العام، وبالتالي من حقهم ومن حقنا أن نخشى على العملية الديمقراطية. نحن لا نحاسبكم على اختيار الأشخاص، فهذه سلطتكم الدستورية المطلقة باعتباركم رئيسا للحكومة، ولكننا نرفض تقزيم دور الأحزاب السياسية في خلق حكومات وفقا لنتائج الانتخابات وما إعمال الفصل 47 من الطرف جلالة الملك إلا إشارة منه على احترام إرادة الناخبين والتي تقوم على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة. سيد رئيس الحكومة، كنا في فريق الأصالة والمعاصرة ننتظر منكم أن توضحوا للمغاربة سبب هذه الاختيارات في التعديل الأخير. هل لأن الوزراء السابقين كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أنتم تعلمونها ونحن لا نعلمها، رغم أننا في الحقيقة لا نأسف على ذهاب بعض من الوزراء لكونهم كانوا مجرد عبء سياسي سلبي على حكومة جلالة الملك التي في خدمة الشعب المغربي. ونستغرب شديد الاستغراب عن بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية وحسبيتية. إنما يخيفنا اليوم هو أن تقرر الأحزاب أن تقرر. شكراً. إنما يخاف، أنا مكنت السيد الرئيس من نسخة من الخطاب ديالي قبل ما نبدأ احتراماً لحقه في المعلومة. إنما يخيفنا اليوم، نحن ديمقراطيين معكم ما تخافوش السيد الرئيس، إنما يخافنا اليوم هو أن تقزم الأحزاب ويهمش أن تقزم الأحزاب ويهمش دورها لفائدة قوى أخرى غير مرئية تفتقد لذلك الخيط الناضم لتصورها السياسي. فمن الصعب أن نكون ديمقراطيين بلا أحزاب، وحتى ديمقراطيين من دون أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها في إدارة الشأن العام. ومن الخطر على الديمقراطية أن تنعت الأحزاب بأنها لا تملك كفاءات. فهذه الرسالة التي ترغبون في توجيهها لملايين المغاربة الذين أمنوا بالانتخابات هي كون النخب الحزبية تفتقد للكفاءة، أو أن التكنوقراط هم الكفاءات التي تكتشف موقعها في السلطة بشكل مباشر وبدون أحزاب. إننا في فريق الأصالة والمعاصرة أثرنا أن نلفت انتباهكم إلى أهمية البناء والاختيار السياسي الديمقراطي للحكومة داخل البرنامج الحكومي، وإلى دوره في نجاح أو فشل حكومة الكفاءات. وأطرنا هذا التأسيس لنقول لكم والآن على أي برنامج سياسي سنحاسبكم بعدما نصبناكم برلمانيا على برنامج سياسي ووزراء بانتماءات سياسية مدركين لتوجهاتها ومستوعبين لخياراتها. إننا كمعارضة وكمراقبين أمسينا تائهين وضائعين بين أسماء وشخصيات، بين اختيارات وزارية لا نعرف منطلقاتها ولا مشروعيتها ولا الهدف من إدماجها في جهازكم الحكومي. وما إذا كانت لا تزال مؤمنة بالأولويات البرنامجكم الحكومي، أما بالبرنامج الحكومي بأولويات البرنامج الحكومي أم بالبرنامج الحكومي كله أصلا. إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نتمنى صادقين تدارك ذلك في حواراتنا السياسية مع الأحزاب خارج هذه القبة، أو في لقائتنا مع الوزراء التكنوقراط داخل الليجن عند مناقشة القانون المالي وغيره من القوانين، لنعلن لعلنا نتلمس توجهاتهم كمسؤولين عن السياسة القطاعية في تنزيل البرنامج الحكومي الذي هو موضوع التزام وتعاقد سياسي بيننا وبينكم. إن اختلالات التعديل الحكومي الأخير لم تقف عند حدود الرسائل السلبية التي وجهتموها على مستوى الاختيار الديمقراطي، بل انتقلت إلى مواضع وهيكلة هذا التعديل التي كانت رسائلها سلبية كذلك، فما بعد بات هناك شبه إجماع من لدى كل القوى على فشل نموذجنا التنموي الذي انعكس على وضع الاقتصادي المتأزم. اعتقد معه الجميع أن التعديل الحكومي سينصب لا محالة على القطاعات المتأزمة كالصناعة والفلاحة والتجارة والسياحة وغيرها. فإذا بنا نتفاجأ بأن التغيير هم فقط الثقافة والشباب والرياضة، وكأن فشل المنتخب الوطني لكرة القدم كان حاسما إلى جانب الفشل الاقتصادي والتنموي برمته. لنغير داخل المنصب الوزاري للرياضة ونهمل الجانب الاقتصادي بكل مكوناته الفلاحية والتجارية والمالية، في حين هو موضوع الفشل الحقيقي. وفي ذات السياق
نعلم في فريق الأصالة والمعاصرة أن أي تعدين حكومي يكون بناء على خطوات استباقية وترتيبات واضحة بشأن مصير القطاع ومصير العاملين به، وهو ما لم يحصل على مستوى وزارة الاتصال، حيث لم تصدر الحكومة مرسوم اختصاصات هذا القطاع سوى بعد أسابيع من وضعية القلق وتيهان الموظفين والعاملين والمتعاملين مركزيا وجهويا مع القطاع، كما هو مصير المساءلة السياسية لنا كنواب الأمة على مستوى الإعلام والاتصال، خاصة أن الإعلام العمومي الممول من جيوب دافع الضرائب. يبدو أننا دخلنا مرحلة الارتجال يا سيد الرئيس، وكما عبر عن ذلك وزير اقتصادكم والمالية خلال تقديمه لمشروع القانون المالي الأسبوع الماضي بوصفه حين قال بأن القانون المالي قانون انتقالي. نعم انتقالي في حكومة تصرح بأن حكومة استمرارية، نعم انتقالي لأنه لم يعد يرتكز على البرنامج الحكومي ولا على أولوياته، وإنما بات يرتكز على الحلول الترقيعية الآن لتهدئة تمديد الأزمة. اللهم إذا كانت هذه الحكومة التي لم يتبقى لها سوى قانون مالي واحد قادر على تحقيق المستحيل في زمن ولد فيه المعجزات. وفي الأخير السيد الرئيس الحكومة، نحن نستحضر ما ظللتم ترددونه في خاتمة برنامجكم الحكومي بكون نجاح في البرنامج الحكومي رهين بتوفير التزام سياسي قوي، وهو ما يجسده ميثاق الأغلبية. نتساءل معكم، هل تشعرون اليوم بكل صدق أن الأحزاب الحكومة ملتزمة سياسيا معكم وبشكل قوي؟ هل فعلا ميثاق الأغلبية يجسد هذا الالتزام؟ نريد جوابا من عندكم، أما التاريخ فقد تقبل حكمه. ختاما رغم كل ذلك، فإننا في فريق الأصل والمعصر نتمنى لكم كامل التوفيق في مهامكم تحت الرعاية السامية. شكرا لسيد النائب، شكرا لك، شكرا. في إطار احترام الاختيار الديمقراطي. شكرا سيد النائب. الكلمة باسم التجمع الدستوري للسيدة النائبة خديجة الزياني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد رئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء والنواب المحترمون، يسعدني أن أساهم باسم فريق تجمع الدستوري في الحصيلة العامة بمناسبة حضوركم سيد رئيس الحكومة في هذا الموعد الشهري الأول لهذه الدورة المفعمة بالآمال والآفاق الواعدة بعد التعديل الحكومي الذي بشرتموه بتعليمات ملكية سديدة. وبهذه المناسبة نبارك ونهنئ حكومتنا الجديدة في حلتها المعدلة، ونهنئ بالخصوص الكفاءات الملتحقة بها والكفاءات التي تم تجديد الثقة المولوية فيها، متمنيين بكل صدق أن يكون لهذا التعديل أثر ونتائج ملموسة على واقع حياة المواطنين والمواطنات في مختلف جهات المملكة، ونفساً سياسياً وأدائياً جديداً ومتجدداً، وتسريعاً لأدائنا السياسي وتدبيرنا وعطائنا حكومة وبرلماناً وأجهزة عمومية. وبهذه المناسبة نسجل السيد رئيس الحكومة بكل ارتياح التزامكم بالتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية في احترام تام للمقتضيات الدستورية والمراعاة السياسية خلال هذه الولاية، من الحضور الشهري إلى تقديم حصيلة 100 يوم إلى تقديم حصيلة السنة الأولى من ولاية الحكومة 2017-2018 إلى تقديم الحصيلة المرحلية الأولى بداية شهر رمضان الماضي، حيث اطلعنا على تفاصيل مختلف الإنجازات التي تم تنزيلها تنفيذاً للبرنامج الحكومي وتعهداته. واليوم يأتي حضوركم بموازاة مع إحالة مشروع القانون المالي رقم 7019 لنناقش فيه إنجازات مختلف القطاعات الحكومية خلال السنة الجارية بالأرقام وبالإحصاءات البيانية والجداول المبيانية بتفاصيلها والسنة المالية المقبلة 2020. وإن طبيعة مهمتنا التمثيلية كنواب للأمة ملتصقين ومتعايشين مع الواقع اليومي للمواطنين والمواطنات في أقاليمنا وجهاتنا، ساعين إلى ملامسة الآثار والواقع اليومي للجهود التي تبذلها الحكومة بجميع مكوناتها وفروعها الإدارية في الجهات والأقاليم والجماعات التي نتواجد فيها، حيث يقابلنا نوع من الإحباط والتذمر إن لم نقل السخط في بعض الأحيان
فيما يخص بعض القطاعات وبعض الواجهات الإدارية والمصالح التي يقصدها المرتفقون لقضاء حاجياتهم. وبحكم متابعتنا وتتبعنا لما يقوم به بعض أعضاء الحكومة وحرصهم على تحقيق المصلحة العامة والتجاوب مع مطالب وأسئلة نواب الأمة وممثليها لفائدة المواطنات والمواطنين، لا يسعنا إلا أن ننوه بمجهودهم وتفانيهم في أداء واجباتهم، إلا أن أسئلة مقلقة لا تفارقنا حينما لا نجد الصدى الجيد والترجمة الفعلية لهذا الحرص والمجهود المالي والمادي والتنظيمي الذي تقدمه الحكومة وأعضاءها في مختلف المناسبات. سيد رئيس الحكومة المحترم، إن بعض ما ينشر في الصحف الورقية والإلكترونية وما يصدر عن بعض مراكز وهيئات التقويم والتقييم لا يعكس منطوق الحكومة ولا مضامين الوثائق والتقارير المعممة الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها. ونغتنم هذه المناسبة لطرح مسألة مدى استمرارية الإرادة السياسية عبر الإدارات الحكومية وأجهزتها في حسن تنفيذ وتفعيل القرارات والسياسات العامة عبر المنظومة الإدارية والتنظيمية جهوياً إقليمياً ومحلياً لضمان حسن التدبير وحكامته والتنفيذ والتجاوب الميداني. السيد رئيس الحكومة المحترم، إنكم تتوفرون على سلطة التعيين وإعادة التعيين في مختلف مناصب المسؤولية الإدارية مركزياً وترابياً، وأنتم مسؤولون دستورياً وسياسياً عن تنفيذ برنامجكم وسياستكم، والإدارة موضوعة رهن تصرفكم، ولديكم حكومة جديدة لقحتموها بكفاءات في وسط الطريق ومقبلون على إجراء تغييرات على مختلف مناصب المسؤوليات تنفيذاً للتعليمات الملكية في هذا الشأن، فإن واجب المساءلة والمحاسبة يفرض على كل مسؤول تقديم الكشف والحساب، ولا عذر للمتقاعسين والمستهترين بمصالح المواطنات والمواطنين، ولم يبقى أمامنا من وقت للضياع والهدر للزمن السياسي، وأن ما تبقى أمامنا من شهور لنهاية هذه الولاية بما في ذلك من تدبير الانتخابات العامة والترابية والمهنية كاستحقاق منتظم وملتزم به، يفرض علينا أن نركز على الأولويات والتحديات الكبرى في انتظار صياغة نموذج تنموي جديد كمرجعية مستقبلية لمشاريعنا وبرامجنا. سيد رئيس الحكومة المحترم، إن شبابنا من الخريجين وغير الخريجين في حاجة إلى فرص شغل، مناطق الهشاشة في مغربنا أولوية سياسية واجتماعية واقتصادية، فئات عريضة تعيش أوضاعا هامشية تعاني من صعوبة الولوج إلى الخدمات العامة المقدمة من الدولة لمواطنيها، تحقيق وتعميم الإنصاف والعدل الاجتماعي والمجالية أولوية، تنزيل الحاكم والمحكم للقانون الإيطالي للتربية والتكوين للبحث العلمي والاستراتيجية الصحية والتشغيلية والاستثمار من الأوليات لما تبقى من هذه الولاية. شكرا للسيدة النائبة، شكرا لك. الكلمة الآن باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السيد النائب عمر عباسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس مجلس النواب، السيد الوزير والسيدتين الوزيرتين، سادة النواب والسيدات النائبات المحترمات والمحترمون، هل ما زال الحوار المؤسساتي مع الحكومة ممكنا ومجديا؟ ولماذا ما زال يصلح الكلام مع حكومة صماء؟ ولأي مقاصد يمكن أن نسائل رئيس حكومتنا المحترم اليوم؟ تداعت أمامي أسئلة كثيرة، وأنا أحاول أن أفكر في عناصر التعقيب على جواب صار معلوما لدينا ماذا سيتضمن. فكسائر أجوبتكم سيد رئيس الحكومة، قلت وتوقعت أنه سيكون غارقا في العموميات، مخضبا بكثير من الأجوبة الجاهزة البعيدة عن الواقع، ومتوسلاً بمنهج التدرج المفترى عليه، ومختبئاً وراء الأرقام والتقارير الحاجبة والمضللة. يستدعي السؤال موضوع هذا التعقيب التأكيد
على الحاجة اليوم إلى مناقشة العمق والإعراض عن المناقشات السطحية، فلكأننا أمام موضوع هناك من يختار مناقشة طابقه العلوي، وهناك من ما زال منشغلا بطابقه السفلي. لقد سبق لحزب الاستقلال ومن منطق وطني صادق كما ذأب على ذلك دوما أن دعا الحكومة إلى مراجعة أولويات البرنامج الحكومي، وذلك بسبب العديد من المتغيرات التي جعلته متجاوزا. أولا، التوجهات الملكية التي تضمنتها العديد من الخطب الملكية خصوصا ذات صلة بالسياسات القطاعية. ثانيا، توجه بلادنا نحو وضع نموذج تنموي جديد يجب أن يرافق بعمل حكومي جديد. ثالثا، أزمة ثقة كبيرة في البلاد، وهي أزمة لا يمكن أن تعالج بالعفو الجبائي، بل بالعكس تماما سوف يعمق هذا الإجراء أزمة الثقة، لأنه دليل آخر على أن الحكومة مستعدة لقبول أي شيء من أجل الأموال. هذا ناهيك على أنه يمس بمبدأ دستوري ثابت هو المساواة أمام الضريبة. لكل ذلك، فإن الأولويات المستعجلة اليوم هي العمل دون إبطاء على محاصرة التفاوتات المجالية والاجتماعية، واتخاذ تدابير فورية لإنقاذ الشباب من البطالة واليأس. هذا ناهيك عن الحاجة الفورية إلى القيام بإجراءات لإنقاذ ما تبقى من الطبقة الوسطى التي لا تزيدها إجراءات الحكومة إلا اندحارا. كنت حريصاً سيد رئيس الحكومة في آخر مرة حظيت بشرف الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لمساءلتكم أن أهمس علانية لكم أن حكم صناديق الاقتراع ليس امتحاناً يصعب إدراكه، ولكن الأصعب والجلل هو حكم التاريخ، ذلك أن التاريخ يحكم على التجارب، أما تقييم الولايات الحكومية والبرلمانية فمكانه الصناديق التي تؤكد التجارب العالمية أنها لا تستقر طويلا على لون معين، لذلك وجب عدم الإطمئنان لها كثيرا. كيف إذن سنبرر للأجيال المقبلة التحلل من المواقف السابقة التي كنتم دوما تدافعون عنها؟ كيف سنبرر التنكر لوثائق مرجعية من قبيل أطروحة النضال الديمقراطي؟ وتعرفها جيدا، إنه تنكر أصبح معلوما للجميع، وهو ما يعني القبول بأي شيء وبكل شيء فقط من أجل الاستمرار في تدبير الشأن العام أو جزء هامشي منه، حتى ولو تم ذلك على حساب الدستور والمقاصد والقيم والأهداف والشعارات التي رفعتم ردحا من الزمن. أين نحن اليوم من أطروحة النضال الديمقراطي؟ أين نحن اليوم من شعار صوتك فرصتك لإسقاط الفساد والاستبداد؟ أين نحن اليوم من الاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من الثوابت الدستورية؟ لست من أنصار التشاؤم، وكشاب مغربي اختار عن قناعة الانخراط في الحياة الوطنية منذ زمن بعيد، يؤسفني السيد رئيس الحكومة أن أقول لكم أنه لم يعد لدينا ما نقوله للشباب المحبط والغاضب والذي خاب أمله في التغيير وفي الأحلام التي رافقت هذه التجربة منذ سنة 2011. أنا لا أشك في نواياكم الإصلاحية السيد رئيس الحكومة، وتفرض علينا الأخلاق الاستقلالية ومنهج المعارضة الاستقلالية الوطنية الذي اختار ومنذ البداية النأي عن معارضة الأشخاص والأحزاب والتركيز على معارضة السياسات العمومية المعطوبة، وذلك على خلاف ما أصبحتم مع كامل الأسف تقومون به مؤخراً من استدعاء لقضايا داخلية للأحزاب في خطابكم السياسي، وهو أمر تكرر غير ما مر. إن حكومتكم أو على الأقل قطباها الأساسيان لم يعودا معنيون بمواجهة الأزمة الخانقة المتعددة الأوجه، ربما هو الصراع من أجل المرتبة الأولى
ما يحرك الجميع. لا شيء أصبح مهما لدى مكونات الأغلبية إلا السعي بلا هوادة إلى ضمان الصدارة الانتخابية، حتى ولو كان ذلك في ذلك هدر لزمن الإصلاح والدخول في صراعات انتخابوية أخرت صدور القوانين وعطلت إنجاز المشاريع. لقد جرت مياه كثيرة تحت جسر الحكومة منذ تقديمها البرنامج الحكومي في سياق أزمة سياسية غير مسبوقة كان من نتائجها أغلبية قسرية، وبين ذلك التاريخ واليوم تعمقت أزمة الثقة في السياسة وفي المؤسسات السياسية، تعمقت الأزمة الاجتماعية، تراجع الاقتصاد الوطني، تزايدت الهبات الاجتماعية للشباب الغاضب والمحبط، عادت قوارب الهجرة السرية، وشد الشباب والأطر الرحال صوب الخارج، انفرط عقد الأغلبية أو كاد، وغادرها من كنتم تعتبرونه حتى الأمس القريب حليفا استراتيجيا ضد الفساد والتحكم. توالت الإعفاءات الملكية للعديد من الوزراء، توالت الخطابات الملكية التي توجه الحكومة إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاستعجالية، تزايدت الاحتجاجات النقابية والمدنية والشبابية على قرارات حكومتكم اللاشعبية، تقوى حزب التقنقراط داخل الحكومة أكثر مما مضى في ضرب لمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة ولأعضائها، توالت تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي عرت سوء التدبير وتبديد المال العام، تراجع مقلق في الحقوق والحريات، تزايد الفساد والغلاء وتضارب المصالح، وقفت الحكومة عاجزة أمام اللوبيات وأمام أصحاب المصالح، ووجهت مدافعها نحو المواطن البسيط ونحو الطبقة المتوسطة أو ما تبقى منها. فشلتم في إقرار إصلاح ضريبي حقيقي يجعل من الضريبة آلية مركزية لإعادة توزيع الثروة والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية. هل هذه الحكومة اليوم في صياغتها المعدلة تشبه صناديق الاقتراع؟ كلا. لماذا تصلح إذن الانتخابات والأحزاب والبرلمان؟ هل هذه الحكومة تشبه الإرادة الشعبية التي كنتم دوما في مقدمة الملوحين بها والمنافحين عنها؟ لماذا هذا التراجع؟ لماذا هذا النكوص؟ عذرا سيد رئيس الحكومة إذا ما اعترى هذا التعقيب شيء من القسوة، فلربما أن ذلك يعود إلى أنني قمت بتحريره أثناء زيارتي خلال نهاية الأسبوع لإقليم زاغورا. شكرا. حيث قساوة الحياة وحيث يمكن للمرء أن يكون حجم شكرا. شكرا سيد النائب. الكلمة الآن باسم الفريق الحركي لسيد النائب الحسن السكوري. استمر في السادة السيدات والسادة النواب، ننتظر الرد للسيد رئيس الحكومة. شكرا لكم. تفضل 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 سيد النائب. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد الرئيس، السيدات الوزيرات، السيدتين الوزيرتين، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لمناقشة مضامين العرض الذي تقدمتم به حول أولويات السياسة الحكومية، مؤكداً بأننا كفريق نثمن ما جاء في عرضكم ونتقاسم معكم الأولويات التي تعتزمون تبويئها الصدارة في مجال اشتغال الحكومة للفترة المتبقية من هذه الولاية، وهي الأولويات التي تضمنها البرنامج الحكومي. والأكيد أن العديد من الرهانات المستمدة من هذه المرجعيات ستشكل لا محالة المحاور الكبرى لبلورة النموذج التنموي الجديد على ضوء ما جاء به الخطاب الملكي السامي في هذا الشأن
علما أن هذا النموذج سيغطي بطبيعة الحال مرحلة زمنية تتعدى هذه الولاية. وفي هذا الإطار فإننا في الفريق الحركي ونظرا لضيق الوقت سنختصر على استحضار بعض القضايا التي تستحق في تقديرنا عناية أكثر من قبل الحكومة على اعتبار حجم المشاكل والانتظارات الكثيرة التي تعاني منها فئة عريضة من المغاربة وخاصة الشباب منهم. لذا فإن الرهان الأساسي هو بناء اقتصاد تنافسي قوي مطبوع بتحفيز المبادرة الخاصة وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج بغية خلق المزيد من فرص الشغل وفتح آفاق واعدة للشباب. لذا نتساءل عن مآل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية قصد إنجاز مشاريع استثمارية لخلق فرص الشغل وتعزيز الدخل لفائدة الشباب ودعم بطاقة طبقة وسطى بالعالم القروي. كما نتساءل عن آفاق تنزيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. السيد الرئيس، إذا كانت المشاريع الكبرى التي عرفها المغرب شكلت بكل تأكيد نقلة نوعية وساهمت في تراجع نسبة الفقر، فإن العديد من المواطنين لا يلمسون تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم الأساسية اليومية. وفي هذا الصدد ما فتئ فريقنا الحركي يطرح بإلحاح إلزامية تقويم الفوارق الاجتماعية والمجالية المتراكمة، وذلك عبر إقرار الحكامة الجيدة ووضع برامج متناسقة ومندمجة. لذلك نعتبر الجهوية المتقدمة مدخلا حقيقيا لتجاوز إكراهات التفاوتات بشقيها المجالي والاجتماعي، وهي كفيلة بالإجابة عن العديد من الانتظارات التنموية وإيجاد حلول أكثر نجاعة للإشكاليات الاجتماعية حسب الخصوصيات المجالية. وهذا ما يطرح استعجالية تفعيل ميثاق لا تمركز الإداري عبر نقل القرارات والإمكانيات، متسائلين موازة مع الهيكلة الحكومية الجديدة عن مدى عزم الحكومة على إحداث تنظيمات وأقطاب لا ممركزة على المستوى الجهوي نضمن التقائية أكثر للسياسات التنموية واندماجية فاعلة وحقيقية للبرامج والمشاريع على مستوى المجال، حتى تتمكن القطاعات الوزارية السيد رئيس الحكومة على مستوى المركزي بالاهتمام أكثر بما هو استراتيجي وتنظيمي. السيد رئيس الحكومة، إننا نؤكد على ضرورة مراجعة معايير توزيع الميزانية الخاصة ببرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وإقرار التضامن على مستوى الجهات وفق منطق الإنصاف من جهة، وأخذاً بعين الاعتبار مؤشرات الخصاص والفقر من جهة ثانية، وليس بناءً على معياري عدد السكان والمساحة الجغرافية التي تجعل المناطق ذات الطبع القروي الخاسر الأكبر على اعتبار المساحة أن المساحة كبيرة والساكنة قليلة. كما أن الفريق الحركي يرى أنه لابد من إلى أهمية كبرى لتنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا القانون الإطار للتعليم، وكانت هناك إجابات في هذا المجال في تدخلكم. شكرا السيد النائب. الكلمة الآن باسم الفريق الاشتراكي للسيدة النائبة من التلبي. سيد الرئيس المحترم، سيد رئيس الحكومة، سيدات الوزيرات، سيد وزير الدولة، سيدات النائبات، السادة النواب المحترمون، باسم الفريق الاشتراكي نشارككم اليوم هذا النقاش حول ما هي أولويات الحكومة خلال السنتين المتبقيتين من عمر هذه الحكومة. سيد رئيس الحكومة، كنت أتمنى أن سيادتكم وأنتم الآن تعرضون فيما تبقى من عمر هذه الحكومة أولوياتكم في تدبير، ونحن جزء من هذه الأغلبية، أن تستحضروا وأن تقوموا سيد الرئيس بإعطاء مدلول عملي للتوجيهات الملكية في خطاب العرش 20 غشت سيد الرئيس، خطاب العرش الذي حدد مجموعة من الرهانات ومجموعة من الأولويات
أساسا في توطية الثقة والمكتسبات، ثانيا الانفتاح ورفض الانغلاق على الذات، ثالثا التسريع الاقتصادي والنجاة المؤسساتية، رابعا العدالة الاجتماعية والمجالية. كانت هناك وقفة خلال الشهرين الفارطين، وقفة انتهت بتعديل حكومي السيد رئيس الحكومة. هل كانت الغاية هي تعديل الحكومي في حد ذاته، أم كانت الغاية هو تجويد العمل، هو إعادة النظر في طرق عملنا، في تدبيراتنا، في تنزيل البرنامج الحكومي؟ إن تقييم جلالة الملك السيد رئيس الحكومة للعمل الحكومي ولجميع الاستراتيجيات التي نفذت والتي لم يكن لها أثر على المستوى الاجتماعي ولم يكن لها أثر على المواطنين، كانت هذه هي غاية الوقفة، أن يستنجد بالكفاءات. لا لشيء سيد رئيس الحكومة، هو أن نبدع، هو أن نأتي بجديد، هو أن نبتكر سبل وأسس جديدة لتنزيل برامج واستراتيجيات حقيقية تستجيب لطموحات ولأمال المواطنات والمواطنين. للأسف سيد رئيس الحكومة، نحن مع الأمل حقيقة مع إعطاء واحد خطاب الثقة، لأن المواطن ينتظر خطاب الثقة. نحن لسنا عدميين، ولكن يجب أن نكون واقعيين في طروحاتنا. كنت أتمنى مع فريقي في مع فريقي الاشتراكي أن نسمع منكم اليوم سيد رئيس الحكومة محورين أساسيين خلال ما تبقى من ولايتكم، نقول فيه سنعمل بإمكانيات المادية كذا وبإمكانيات والموارد البشرية كذا لنصل إلى 2021 نهاية ولايتكم تحقيق نتائج أساسية تنعكس إيجاباً على المواطن ويتلمس فيها جدية عملنا، يتلمس فيها بالفعل أننا يعني نستمع لنبضه ونستمع لآناته ونستمع السيد الرئيس لمعاناته. كان بودنا أن نركز فقط مثلاً على التشغيل ونركز على الصحة السيد رئيس الحكومة. للأسف اليوم ذكرتمونا كما ذكرتمونا بالسابق بالبرنامج بالفعل الذي تعاقدتم فيه مع البرلمان وتعاقدتم فيه مع الشعب المغربي وتعاقدتم فيه كذلك مع جلالة الملك، ولكن ما غاية الوقفة؟ ما غاية يعني ما قاله الخطاب الملكي السيد رئيس إن لم نعكسه في هذه المرحلة؟ سمعنا مع كامل الأسف الأستاذ وهبي، سمعنا لصوت المعارضة السيد رئيس في قراءته لتشكيل هذه الحكومة. بالفعل كان هناك برنامج حكومي، برنامج حكومي الذي شاركت فيه الأغلبية، لكن الآن هناك فاعلين جدد. إلى أي مدى هم بالفعل منخرطون في تنزيل هذا البرنامج؟ إلى أي مدى مقتنعون بسيد رئيس الحكومة؟ شكراً للسيدة النائبة. الكلمة الآن باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية السيدة الرئيسة عائشة البلخ. السيد رئيس الحكومة المحترم، تتوجه إليكم اليوم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية من موقع المعارضة، لأننا لم نلمس رؤية سياسية تؤطر عمل الحكومة بعد التعديل الواسع الذي عرفته، وما تفضلتم بعرضه علينا اليوم لا يخرج عن ما كان مسطرا في البرنامج الحكومي، ولا يعطي إشارات قوية لمباشرة الإصلاحات، علماً أن دواعي وأسباب التعديل جاءت في الخطب الملكية الأخيرة والتي وقفت على حجم الاختلالات والنقائص. عائشة سيدة الرئيسة. والتي وقفت على حجم الاختلالات والنقائص الكبيرة التي تعاني منها بلادنا. كان يتعين عليكم السيد رئيس الحكومة، وهو ما لم يتم للأسف، وفي ظل هذه المستجدات، أن تتقدموا أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريح سياسي وبرنامجي
وهو ما يخوله لكم الفصل 88 من الدستور. ألا يعتبر هذا التعديل الحكومي الواسع وانسحاب حزب التقدم والاشتراكية حدثاً وطنياً هاماً يستدعي الأمر؟ وإعادة ترتيب أولوياتكم بما يتجاوب مع النداءات العديدة والمتكررة الصادرة عن قوى مجتمعية مختلفة، وهي انشغالات عبر عنها حزب التقدم والاشتراكية لطيلة السنتين الماضيتين، بحيث أكدنا أن النموذج التنموي استنفد مداه، ودعونا إلى ضخ نفس سياسي ديمقراطي وتنموي جديد في الحياة الوطنية العامة، وتقديم أجوبة عملية ومستعجلة من شأنها مواجهة مظاهر القلق والاحتقان التي جسدتها حركات احتجاجية في مناطق مختلفة من وطننا. سيد الرئيس، الحكومة وفي إطار ما أكدتم عليه من استمرار في الإنصات والإنجاز، ما هو ردكم على صرخات الآلاف بل مئات الآلاف من الشابات والشبان المطالبة بالشغل والعيش الكريم؟ ما هو ردكم على أن ما يناهز 5000 مقاولة صغيرة أفلست خلال هذه السنة إلى حدود شهر أكتوبر؟ ما هو ردكم عن مسيرات العطش في زاجورة وتنغير؟ ما هو ردكم على أشكال الإهانة والإدلال التي تتعرض لها مئات النساء في معابر الحدود في سبتة من أجل لقمة العيش، بعدما توفيت العشرات من النساء في الصويرة من أجل حفنة الدقيق وقليل من السكر والزيت؟ ما هو ردكم عن اختيار الشباب والنساء بل حتى الأطفال ركوب قوارب الموت بحثاً عن العيش الكريم؟ ما هو ردكم عن مظاهر العنف والاغتصاب والاعتداءات واللا أمن التي أضحت تملأ الفضاء العام؟ ما أنتم فاعلون لمحاربة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع؟ ما أنتم فاعلون للإنصاف بنات وأبناء إجرادة وعلى غرارهم كل المناطق النائية والمهمشة؟ ما أنتم فاعلون لاحترام حقوق الإنسان والحريات منها الفردية والجماعية؟ إن المعارضة التي اختار حزب التقدم والاشتراكية طوعاً التموقع فيها هي معارضة تقدمية مسؤولة تتجه إلى المستقبل لبعث روح الأمل، روح الثقة في الحزب في السياسي كمدخل لأي شكراً إصلاح. شكراً للسيدة الرئيسة. الكلمة الآن للسيد النائب مصطفى الشناوي. تحية واحترام للجميع. استمعوا للسيد النائب. تحية تفضل. تحية واحترام للجميع. احنا كنا في المعارضة وباقي في المعارضة. السيد رئيس الحكومة، حددتم في تدخلكم أولويات الحكومة فيما تبقى من الولاية، لكن يظهر جليا أن أولوياتكم الحقيقية هي شيء آخر، وكمثال على ذلك ما قلتموه قبل قليل بخصوص الترتيب لتحسن ديال المغرب في مناخ الأعمال الذي تفتخر به كثيرا، وهو لا أثر له على حجم الاستثمارات وعلى التنمية ولا أثر له على المعيش اليومي للمغاربة. سمعت بأننا أحسن من فرنسا ومن إيطاليا ودول أوروبية اللي عندها نسبة نمو ضعيف 0.8% مقارنة مع النسبة النمو ديالنا كما قلتوا اللي جيدة، كتعتبروا جيد 3.7%. غريب هذا الأمر، عطينا سيدي السيد رئيس الحكومة غير هذاك 1% ديال فرنسا وديال الطاليان، وعطينا معها الدخل الفرضي ديال الفرنساوي والطلياني. انا بغيت غير نفهم، كتقولوا العام زين والكل بخير، اذا لا حاجه لكم ولنا في تغيير النموذج التنموي. هنا كنتسائل على اللجنه المكلفه بالورط النموذج التنموي الجديد. المغاربه كيقولوا ان لا جدوى من سياستكم لا شعبيه، وهم يعيشون المزيد من الحقره والتهميش وغياب العداله الاجتماعيه. حنا في دائره اليسار نعتبر الاولويات هي كالتالي: ان ترجعوا الثقه المواطن المغربي في العمل السياسي خلال أن تبادرون بفتح ملف الإصلاح السياسي والدستوري،
ثانيا أن تعملوا كحكومة ودولة في خلق جو من الانفراج السياسي والحقوقي، وتكفوا عن المزيد من التراجع عن احترام حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والجماعية، وتطلقوا سراح كل المعتقلين وعلى رأسهم معتقل الريف. أن تكفوا عن عفى الله مع المسالف، وتحاربوا كل مظاهر الفساد والريع، ونبينها لكي نعطي المثال، تقاعد البرلمانيين وتعويضات الوزراء بعد انتهائهم من مهامهم. رابعا أن تركزوا بالأساس على الدعم الفعلي والحقيقي لقطاع التعليم والصحة بالرفع الملموس من الميزانية والموارد البشرية وإقرار الوظيفة العمومية الصحية. أن تقوموا بإجراءات استثنائية لتحسين وضعية المرأة بضمان حقوقها. شكرا للسيد النائب، شكرا لكم. سيد رئيس الحكومة، بدون شك استمتعنا بأهمية العروض كيفما كانت منطلقتها، والحوار دائما مفيد جدا، فلكم الكلمة للرد على التعقيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، أنا لن أقوم بالرد على التعقيبات وإنما بمناقشتها. أحيي جميع الأخوات والإخوان الذين أبدوا آراءهم، ولكن استغربت، قلت لي الأولويات، أعطيكم الأولويات. البعض قال هذه الأولويات يجب أن نغيرها، أنا ما عرفتش إيش غادي نغير فيها. أقول أولوية مواصلة دعم السياسة الاجتماعية، ما بقيتش بغيت أقول الأولوية، وفيها التعليم والشغل والصحة والشغل، بغيتي نغير هذه الأولوية نغيرها، إيش غادي ندير بلاصتها؟ قولوا لي. ثانيا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إرساء آليات الحماية الاجتماعية، وعطينا البرامج وقلنا لكم القوانين عندكم، وقلنا لكم هذه الأهداف. مهم كثير من الكلام ديال الإخوان وخصوصا ديال المعارضة خارج النص مع الأسف الشديد، لأن أعطيته سؤال جاوبت على السؤال، انتقدوا لي أقول هذه الأولوية قلتها خصنا نزولها، ماشي التعليم نديروا فيه بلاصتها كذا. دابا إذن هناك كلام آخر خارج النص فيما يخص الأولويات، مراجعة أولويات البرنامج الحكومي، بغيت نتراجعها، يلا قولوا لي أعطيوني إجراءات عملية في مراجعة هذا. أما ما قدمته هو برنامج عملي واضح، بغيتم تصعوا فيه استدعوا كل قطاع، كل قطاع غادي يعطيكم. هنا جاوبت على التعليم والتكوين، وجبت التعليم والتكوين والأولويات والسنة الأولى والسنة الثانية والبرامج وغادي تمشي لا هذاك الشيء، بغيتوا بالأرقام راه سهل. لكن سؤال، حنتم قلتوا الأولويات من حيث العموم، فقدمنا أولويات من حيث العموم، التفصيل يحتاج إلى سؤال أسئلة خاصة في كل ملف ملف. دابا هذا من حيث المنهجية العامة في مناقشة ما أديت به، ولكن أنا بغيت نقول للأخوات والإخوان تكيسوا على رأسكم وعلى بلادكم، لأن اللي في التسيير والتدبير 20 عام خصهم بعد يتكيش شوية. أنا بينت كثيرا، بينت وفليداش هذاك لانديز ديفلوبمون إيمان، مؤشر التنمية الاجتماعية، بينت شنو بالخبراء، هذا الشيء راه مكتوب في التقارير ديال الخبراء، شنو هو لانديز ديفلوبمون إيمان. إلا قال لك أنت متأخر اليوم، معنى ذلك السياسات اللي كانت هذه 15 عام هي اللي أدت لهذا التأخر. ما يمكنش نجي أنا في عامين وتقول لي قلب جميع المؤشرات مرة واحدة، هذا الشيء ما كاينش، هذا تراكم وما كاينش. العالم مثلا أنا حددنا الهدف ديال 50 الأوائل في مؤشر ممارسة الأعمال، ما يمكنش نحققها السنة الأولى، ضروري كل عام كنزيد 5 نقاط 7 نقاط 6 نقاط، كنوصل 50 من بعد 5 سنوات. هذا هو التراكم. وكذلك مؤشر تعميم التعليم، مؤشر محاربة الهدر المدرسي، محاربة الاكتظاظ في المدارس، هذا واحد الملف اللي فيه تأخرات التي نحتاج لاستدراكها إلى برامج كنمشيو فيها سنة بعد سنة. فهمتني؟ أما الحديث عن أن هذه الحكومة غير سياسية، أنا بغيت الإخوان، خلي الإخوان دابا اللي ما واخا هما عندهم واحد التكنوقراط كان عندهم في الحكومة سابقا ما قالوش هذيك الساعة، معليش أنا ميكو عليكم، ولكن الإخوان اللي كيقولوا هو حكومة التي شارك فيها الوزراء، يعني شارك فيها الأحزاب الموجودة طيلة 20 سنة الماضية كلها فيها تكنوقراط. أشنو الجديد اليوم؟ أشنو الجديد اليوم؟ الدستور لا يمنع، كاين شي دولة ديمقراطية غربية ما فيهاش تكنوقراط؟ قولوا جيب لي وحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، غير موجود. وأحيانا يشكلها حزب واحد ويأتي بثلاثة أو أربعة أو خمسة من كفاءة غير منتمية كيعطيهم. وزير الدفاع الفرنسي سابقا كان تكنوقراطي، وزير الحكومة الإسبانية الحالية فيها 3 أو 4، الحكومة الإيطالية فيها 4 أو 5،
إلى آخره، هذا شيء. ولكن المسؤولية السياسية ثابتة حتى ولو كان هناك أحزاب، أنا ما كنسميهمش وزراء، أنا ما كنسميهمش تكنوقراط، كنسميهم غير منتمين سياسيا، ما عندهمش انتماء سياسي. ولكن أنا نأكد لكم بأن هادو إلى ستنينا القطاعات اللي جالت الملك هو اللي اسمه وزارة أوقاف إلى آخره، هذا كيشاور جلالة الملك واللي كيقول لي هذاك الحق ديال جلالة الملك، وأنا بالمشاورة معه أنا كنقترع. الآخرين أنا اللي اقتنحتهم اللي ماشي في هذيك القطاعات اللي هي من الاختصاص ديال جلالة الملك، أنا شخصيا اقترحتهم، وأنا كنهضر هنا والناس اللي كيسمعوني كيعرفوا ومن حقي بتشاور مع الأغلبية الحكومية. الأغلبية قررت هذا القطاع، علاش؟ راك باين حنا خمسة الأحزاب، إلى واحد القطاع زدت فيه واحد من غادي نزيدوا هذا ولا هذا، ولا لزدتوا لهذا خصني نزيد لهذا وخصني نزيد لهذا، كنديروا التوازن وكنقولوا هذا غادي نديروا فيه غير منتمي سياسيا وكنختاروا حنا. هذا ما فيش اسمه، هذا دليل على ان حنا كأحزاب سياسية ماشي حنا بغينا نخدموا غير ديالنا، نزروا غير ديالنا، حنا المهم عندنا الحكومة تمشى مزيان والبلاد تمشى مزيان. علاش ما نشوفوش الجانب الايجابي؟ علاش كنشوفو غير الجانب السلبي؟ انا ما ركوش انا هذوك اللي عندي في الحزب نجيبهم كاملين اخر ونديرهم تما، ولكن حنا كانت ماشي ضروري، ليس هناك اي شيء لا في الدستور ولا في قوانين العالم ولا في الديمقراطيه تقسمونا. طيب هذا النقطه الثانيه، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. خليونا النقطه الثالثه، حنا كاحزاب سياسيه ديال الاغلبيه، حنا كاحزاب سياسيه نتحمل المسؤوليه ديال هذه الحكومه وديال العمل ديال حالا ومستقبلا، وغادي يجيو المواطنين من هنا العامين غادي يقيمونا، وانتوما ايضا غادي تقيمونا كبرلمانيين، فهمتيني؟ فلذلك حنا كنتحملوا المسؤوليه السياسيه. فاشنو هو المشكل؟ ما فهمتش هاد القضيه التكنوقراط واش غير دابا ولا حتى قبل 3 شهور ولا 4 شهور؟ واش هي سياسيه كانت سياسيه ولا ما ولاتش سياسيه بعد خروج حزب محترم منها ولا اشنو؟ دابا كاين واحد شويه ديال الارتباك في هذه الامور. كان نعم انت دابا انت واحد القضيه، انا غير كنهضر اللي كيهضر على قوه غير مرئيه وهو اللي كان دار هذا غير المرئي اللي ظهرا من الزمان، ما فهمتش هذه القضيه. وكتهضر على الازمه والفشل الحكومي الى اخره، انا كنا لكم هذا الاداء، ما لسنا في ازمه. المغرب الحمد لله عنده مشاكل ولكن ليس في ازمه، وأؤكد هذا وغادي نكرروا، عندنا مشاكل ديالنا وهذيك المشاكل ديالنا نعالجوها نعترفوا بها، ولكن لسنا في أزمة ولسنا في فشل حقيقي. هذا يعارض الواقع ويعارض التقارير الوطنية والدولية، يعارض خطابات جلالة الملك أخيرا قال حققنا مزيان في كذا، حققنا مزيان في كذا، وعندنا نقص في الجانب الاجتماعي في كذا. خص الخطاب المنصف، نصفوا بلادنا ماشي كنصفوا حكومة ولا رئيس حكومة ولا وزير معين، ننصف المغرب. وانا عمدا فجيت هضرت على وفرحت فاش طلبتوا لي هذه القضيه ديال مناخ الاعمال، علاش؟ لانه هو نموذج ديال التشاركيه اللي كاينه، نجحنا فيه بجهد الجميع، ما كان حتى شي واحد يمكن يقول انا خدمت فيه اكثر من الاخر، ولكن بجهد الجميع. فلذلك في الاوراش الاخرى نفس الشيء، وليس هناك تشتت بين مكونات الاغلبيه وغياب الانسجام بين اعضاء الحكومه. هادشي دابا غير كتقولوا غير الخيال. وانا كنظن بان بعض الخطابات شي ولا على الاقل صفحات منها الى رجعنا للسنه الماضيه والسنه اللي قبل مع بعض نلقاو نفس العبارات. ما كاينش هادشي، حنا حكومه منسجمه. وبالمناسبه هذه حكومه عندها رئيس حكومه واحد ووزير دوله والباقي ديال الوزراء كلهم متساوي جيني، وحتى واحد ما كيتخاصم السلطه مع رئاسه الحكومه كما في الورقه اللي قدمها السيد الرئيس. ما عندناش سوبر وزير وما يمكنش نسمحوا به هذا السوبر وزير يكون، فهمتيني؟ والحكومه منسجمه والاغلبيه كتعبر على المواقف ديالها السياسيه احيانا بمشاكل. ليش هذا السي انا قلت حاجه ورد عليها واحد رئيس حزب، ليش هذه قضيه قاعد تناقش؟ ناقش معايا البرامج العمليه ولا تقول لي الارقام غير مهمه. النهار يجي شي تقرير دولي نقص فيه جوج المراتب كتجي كتنوض غوتو عليا هنا، النهار نزيد انا 7-10 المراتب ما كاين حتى اللي يقول لك الله يرحم الوالدين، واش هذه معقوله؟
إوا غدا الله يرحم باكم في المعارضة ما تقولش ليا مؤشر الفساد نقصي فيه واحد ولا شي مؤشر نقصي فيه، مادام الأرقام غير مهمة ما تبقاش تقول لي أرقام، قول لي غير السياسة، غير السياسة صافي يلا حتى حنا. ولكن أنا عارف علاش، لأن كأنكم لقيتوا رؤوسكم أمام حائط حديدي في إنجازات فيه أرقام إيجابية في تقدم في كاع المسائل، ما يمكنش تناقش داك الشيء العملي وبغيتي تناقش السياسة، أجت السياسة ولات أشباح ولا كنناقشوا الأشباح حقيقة. طيب من واحد قضية أخرى، لا 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 الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير سيد النائب، سيد النائب لا لا اسمعوا لي. إذن أنا بغيت نأكد، شوف أنا بغيت نأكد، الله يجزيك بخير سمعوا السيد رئيس الحكومة، سيد النائب مع كل الاحترام الله يجزيك بخير. لا صافي اسكت خسيفس 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 صافي دارك اتفق حديك. ولكن بغيتنا ايضا نجيب واحد الخطاب اخر، جميع اعضاء الحكومه الذين غادروا الحكومه انا احييهم، لان تقليص تقليص الحكومه اللي هو قرار ماشي سهل، قرار ماشي سهل، وكان مطلب كان مطلب ديال المواطنات والمواطنين وبغينا نلبيو هذا المطلب، وايضا حرص جلاله الملك وحنا نفذنا هذا الشيء. وكنشكر اعضاء الحكومه المغادرين وكنشكر الاحزاب السياسيه لان قبلت رغم ان كلها كتقلص، كنشكر اعضاء الحكومه المغادرين لان هذاك التقليص هو الذي ادى الى مغادرتهم وتعديل الهيكله ودمج قطاعات في قطاعات، وهذا الشيء كل شيء درناه بروح وطنيه، بروح وطنيه بروح عاليه فهمتيني. وهذا يعني المغادره ديالهم ما كتعنيش ان كاين نقص في الكفاءه ديالهم ولا في الجدية ديالهم، فلذلك أنا مرة أخرى كنحييهم وكنحييهم بطبيعة الحال الذين التحقوا جديدا بالفريق. فعلا قلت السيد الرئيس قلت بأن أمسينا تائهين ضائعين، فعلا لأن ما استطعتوش تجاوب على أعطيت سؤال ما استطعتوش تجاوبوا على الأمور التي طرحناها واللي هي واضحة بأهداف مرقمة، فنتمنى أن ترجعوا من ذلك التيهان وذلك الضياع. ليست هناك عموميات في الجواب الذي قدمته، كله إجراءات واضحة وأولويات تني. لا يمكن أن نراجع أولويات التاريخ، ومواجهة الفساد والاستبداد لا تزال مستمرة معنا تني. إلا رجعنا المسائل ديال الأحزاب غادي، أنا كنت منطق كرئيس حكومة مع الحكومة والأغلبية كلها، ما بغيش نهضر بمنطق الحزب، هذا شيء آخر، هذاك حديث اخر نجيو ليه في الملتقيات اخرى حزبيه اما التلفزيه ولا غيرها فهمتيني. فلذلك انا بغيت نقول مره اخرى يجب ان نتعاون جميعا على ارجاع الثقه للمواطنات والمواطنين في العمل السياسي، هذا ماشي عمل الحكومه بوحدها، هذا عمل جميع الاحزاب السياسيه والقوى السياسيه والمجتمع المدني والاعلام، الجميع يجب ان يشتغل على هذا الورش. وانا اظن بانه الحمد لله المواطنين المغاربه راه كيف يعرفوا وكيشوفوا أذكياء، أذكياء كثيرا، فلذلك يجب أن لا نستغفلهم ولا نستبلدهم ونطرقوا واحد الشعارات ولا أفكار ولا آراء اللي كنظنوا بأنها غادي نستملهم بها وهم لا يمكن أن يستمالوا بذلك. العمل ديال الحكومة في الواقع عمل ميداني، عمل منتج، وهو المسؤولية ديالو كتحملها جميع مكونات الحكومة بما فيها بما فيها الوزراء غير المنتمين، حتى هما كيتحملوا المسؤوليه، ولكن حنا كأغلبيه حكوميه كنتحملوا المسؤوليه السياسيه ديال هذه الحكومه. وانا كرئيس حكومه حتى هذوك اللي غير منتمين كنتابع معاهم عدد من البرامج ديالهم، عدد منها، وكثير من الامور ديالهم كتمر في مجلس الحكومه، ماشي كتجي هكاك فارغه بعيده كانهم حتى هما مخضعين للقانون ولا لمراسيم ولا لقرارات، لا خاضعين لها. كنديروا عندما رئيس الحكومه كيدير منشور مثلا كيسري عليهم جميعا وكلهم كيدخلوا في الصف باش يطبقوا هذاك المرسوم وكنشكرهم جميعا فلذلك المسؤوليه ديال ارجاع الثقه مره اخرى هي مسؤوليتنا جميعا، نشتغلوا بها، وراه خصنا يكون الهضره ديالنا الكلام ديالنا هو اللي يكون كلام ديال المعقول
كمال ديال المنطق، كلام ديال المنطق، ونعطيو الثقه والامال للمواطنين والمواطنات، ونعترفوا بالنقص الى كاين، نعترفوا به، وحنا معترفين بان هناك مجالات نقص، ولكن كاين امور كثيره الحمد لله دارت ايجابيه. واللي كيقولوا لي الزياده في الفقر والزياده في البطاله، وهاد الارقام ديال السيب اش غادي نديروا بها؟ نلحوها اش غادي نديروا بها؟ ما عرفتش. وانتم عارفين لاش السيبي والمندوب السامي ديالها جا من عهد ديالكم انتم، لقيناه بقى الحمد لله، كما كان قدم الارقام كيقدمها، كما كان كيحسب البارح كيحسب اليوم، ولا الحساب ديال البارح بشكل والحساب ديال اليوم بشكل، راه كاين شي حاجه داخله في المنطق. الحمد لله البطاله تتحسن، مؤشرات المغرب الدوليه الاقتصاديه تتحسن، الاستثمارات الاجنبيه اللي كتزيد المغرب كتتحسن، كتحسن صادرات المغرب على المستوى الصناعه في اغلب القطاعات الصناعيه كتحسن. ف شي حاجه اخرى نحسنوها، المؤشرات على مستوى التعليم ايضا تتحسن، وان شاء الله سنعمل على تحسينها اكثر في المستقبل، والله يجيب نفس الصواب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. انهينا جدول الاعمال الجلسه الشهريه، شكرا للجميع، رفعت الجلسه.